السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله المحاضرة الثالثة في الفور ستومك ديزيزز. يمكن المحاضرة الأولى اتكلمنا كإنترودكشن، وبعد كده رجعنا اتكلمنا عن الرومنال أسيدوزيس، الأكيوت رومنال أسيدوزيس والسب أكيوت رومنال أسيدوزيس اللي هو السارة. وبقى المحاضرة الثانية اتكلمنا عن الفيجال إنديجيشن سندروم، وبدأنا في حاجة من اللي ممكن بتسببه زي الرومنال تيمباني وأنواع الرومنال تيمباني، زي ما اتكلمنا عن الفري جاس تيمباني أو الفيتلوت تيمباني أو الباتشور تيمباني أو الفروست تيمباني. النهاردة إن شاء الله هكون مع حضراتكم دكتور محمد عبد المجيد كامل، أستاذ مساعد أمراض البطنة بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ. النهارده باذن الله هنتكلم عن مرضين مهمين جدا او مجموعه من الامراض، ما يسمى التروماتيك ريتيكولوبروتونايتس ومشاكل الابوميزال ديزيز، وبالاخص الابوميزال ديسبليسمنت، سواء كان ليفت ابوميزال ديسبليسمنت، سواء كان رايت ابوميزال ديسبليسمنت او انتيريور ابوميزال ديسبليسمنت. زي ما تعودنا مع بعض، كل بداية مرض بناخده بنبدأ الأول زي نشوف الكيس بتجيلك ازاي، الكلاينت الكومبلين بتاعته بتبقى موجودة ازاي، ونبدأ نتناقش في المرض بيحصل ازاي والباثوفيسيولوجي بتاعه والدياجنوزيس والتريتمنت بتاعه. تعالوا نشوف حالة زي اللي موجودة معانا دي. دي حالة، ونركز قوي في الحالة دي بتيجي ازاي وشكلها ايه. الليت لاست تريمستر اوف بريجننت كاو، يعني في التلت التالت من البريجنانسي، يعني زي ما الكلاينت بيقول او الفلاح بيقول ان هي عشر متاخر، في بيحصل فيه سادن دراماتيك كومبليت انوركسيا، الحيوان بيوقف اكل فجاه. ودراماتيك معنى كلمه دراماتيك يعني مش فجاه بس، لا ده بيوقف اكل خالص، كومبليت انوركسيا فيفر، تمام؟ حتى لو هي مايلد فيفر، وناخد بالنا قوي زي ما هنقول دلوقتي المرض ده الوحيد اللي يعتبر في الفور ستومك اللي بيسبب فيفر بشكل اساسي. دراماتيك دروب في الميلك برودكشن، يمكن هنشوف صوره مع بعض في واحنا بنتكلم على الكلينيكال برزنتيشن. بقره المفروض ان هي كانت بتحلب 30 كيلو، على طول بتقوم ساقطه ل 2 ل 3 كيلو. انت متخيل يعني ايه معنى كلمه دراماتيك دروب في الميلك برودكشن؟ وهنعرف ليه دراماتيك دروب في الميلك برودكشن. زي ما قلنا بقره مثلا بتحلب 30 كيلو لبن في اليوم، تنزل ل 2 3 كيلو لبن فجأة، تمام؟ في الحيوان بيبقى عليه علامات بين شديد. لو بصينا على البار اللي موجوده منها دي هتلاقي ارشنج باك، يعني الباك بتاعها بيكون ارش، تمام؟ في الجرانتنج بتلاقي الحيوان بيبدا يئن، تمام؟ الانيمال از ريلكتنت موف، ما بيحبش يمشي، بيحب ستاندنج واقف لمده طويله، ما بيحبش يتحرك، تمام؟ لو نام او عمل نام ريكومبنسي بيبقى لي داون ويز جريت كير. ده الفورم اللي الحاله ممكن تيجي لك فيه، زائد ان المرض ده زي ما نعرف دلوقتي من الحاجات اللي ممكن تعمل فيجاس انديجيشن، وبالتالي من زي ما نعرف برضو ان هو تايب 2. فاذا قلنا فيجال انديجيشن دايما الحيوان بيبقى فيه ايه؟ ايوه بالظبط، بيبقى فيه ديزميتوليتي، مفيش رومنال كونتراكشن، وفي ديستنشن، وهنعرف برضو جاي منين الديستنشن والحاجات دي. ده ما يسمى مرض تروماتيك ريتيكولو بروتونايتس، تروماتيك ريتيكولو بروتونايتس، تمام؟ او هاردوير ديزيز، وبيبقى موجود في الكتل. تعالوا نشوف اوفر فيو على المرض ده، ايه بيحصل ازاي وبيتم ازاي.
ده واحد من الامراض اللي لو انت الحيوان فيه كرينيال ابدومينال بين، يعني الحيوان فيه بين في المنطقه اللي قدام باين عليه باي طريقه، تمام، ده واحد من اللي بيبقى من الاساسي ان هو يسبب مشكله في الحاله دي. المرض ده بيحصل زي ما قلنا في الترايمستر بريجنانسي، وهنعرف ايه علاقته بالبريجنانسي دلوقتي في البقر التقيل، تمام، في الحمل بتاعه، وبالتالي ان هو هتلاقيه اكتر في الديري انيمال عن البيف، يعني بيحصل في الديري لاكتر من سنه، تمام. وبيبقى المرض ده نتيجه بروفريشن او بنتريشن الروتيكولوم لفورم بودي. زي ما هنعرف دلوقتي الحيوانات بتاع الكاتل قلنا زي ما خدته في البيفر ان هي بيلوش الاكل، يعني ايه بيلوش الاكل؟ جراسبنج اوف ذا فود باي ذا تانج، بياكل اللي قدامه زي ما اتفقنا ان هو بيقعد ياكل وبعد كده بيقعد في حته ظل ويعمل عمليه رومانيش، فما بيهموش هو بياكل ايه، بياكل اللي قدامه باللسان وخلاص، تمام. الحاجه دي بيخلي ان في فورم بودي زي ما نعرف السورس بتاعه بيجي منين، وبيبدا يخش مع الاكل، وبعد كده بيبدا يحصل بنتريشن للروتيكولار وول، وممكن يبدا يعمل كمان على البريتونيوم ويعمل لي بريتونايتس، تمام. ده التيبيكال فورمز بتاع الى جانب الحاله زي ما شفناها، ده التيبيكال فورم. الحيوان ده واحد من نوع زي ما قلنا تايب 2 فيجال انديجيشن، تمام، بيعمل رومن روتيكولار ديسميوتيليتي، بتلاقي فيه ابدومينال ديسكومفورت، تمام. الحيوان فيه اعراض بين شديد، وده يمكن هو اكتر واحد زي ما قلنا، ممكن في التمبل يمكن تلاقي بين، لكن ده تيبيكال بين، يعني جرانتنج الحيوان بيبقى فيه الاعراض بتاع البين الشديده جدا. قلنا في سيفير دراماتيك ميلك برودكشن، زي ما قلنا البقره ممكن تنزل من 30 كيلو ل 2 كيلو. في مايلد فيفر، قلنا المرض الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه فيفر، اللهم لو الامراض الثانيه ما فيهاش كومبليكيشن، لكن ده المرض الوحيد اللي بيبقى من ضمن السيمبتومز بتاعته او الباثوفيسيولوجي بتاعه بيبقى فيه فيفر. في سادن انوركسيا، دراماتيك انوركسيا، الحيوان دراي ماتر انتيك بتاعه بيقف خالص. في الغالب لو المرض ده امتد شويه الحيوان بيحصل له بيبقى فيه ضعف عام، في ليزرجي وويت لوس. تعال نشوف مع بعض ايه الاتيوباثوفيسيولوجي زي ما اتعودنا مع بعض، ونتناقش فيه ازاي المرض ده بيحصل الساينس بتاعته بشكل كامل. من الحاجات اللي احنا قلنا قبل كده ان الروتيكولوم ده يعتبر، قلنا الفور ستومك بيتكون من اربعه كومبارتمنت، في الروتيكولوم ورومين وميزم وابو ميزم. قلنا ان الروتيكولوم ده بيميزه انه بيسموه الهاني كامب ستومك، يعني هاني كامب زي ما انتم شايفين دلوقتي ان بتلاقي فيه الوول بتاعه بيتكون من حاجه زي خلايا العسل، هاني كامب شيب، تمام. دوره قلنا ان هو ريسيف للهيفي ماترز، بيعمل لها سوفتنج شويه. قلنا ان هو دايما بنربطه بالرومن، حتى في معظم الاوقات بنسمي زي ما قلنا من شويه ريتيكولو رومن ديسميتيليتي، تمام، بنربطه دايما بالريتيكولوم. فاول حاجه ناخدها هنا ككلينيكال سيجنيفيكانت، وقلنا لو نفتكر في اول محاضره خالص ان الريتيكولوم بيجي ليه كلينيكال سيجنيفيكانت في الاوكيرنس بتاع تروماتيك ريتيكولوتونيتس زي ما نعرف دلوقتي. يمكن ده السلايد شفناه المحاضره اللي فاتت واحنا بنتكلم على رومنال كونتراكشن، وقلنا في البرايمري كونتراكشن لما قسمناهم للبرايمري وسكندري، قلنا البرايمري كونتراكشن هو المسؤول عن عمليه الميكسنج بتاع الـ الاكل او الفايبر ماتس ويز الميكروبيال مايكرو اورجانيزمز عشان يبدا يحصل فيرمنتيشن. قلنا ان عمليه الرومنال كونتراكشن ده البرايمري رومنال كونتراكشن بيبدا بمين؟ بالبايفيزيك كونتراكشن بتاع مين؟ الروتيكولوم، بالظبط كده. وقلنا ان هم عباره عن اثنين، الاولاني بيبقى سمولر والثاني بيكون قوي جدا. وقلنا بعد كده زي ما اتفقنا الحركه بتبدا تمتد كودو دورسالي من الدورسال ساك للفنترال ساك، وبعد كده للانتيريور للكرينيال ساك، تمام. وقلنا ان الرومن بيبقى الروتيكولوم له دور جدا مهم جدا في بدايه او البايفيزيك كونتراكشن اللي بيحصل في الروتيكولوم اثناء عمليه الايه؟ الموفمنت بتاع الدايجستا في الرومن والروتيكولوم. وقلنا ان يمكن لو نفتكر انيشيت الروتيكولوم مش باي فيزيك يبقى ده حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه قلنا ده الباي فيزيك، وقلنا ان هو بيعمل نيجاتيف بريشر عشان يخلي الكونتنت سواء الفلويد كونتنت بعد ما حصل لها فيرمنتيشن في الرومن او حتى اللي هو الفيد الفاين فيد يبدا يعدي للاوميزم، من اوميزم يعدي في الابو ميزم. هنا في حاجتين مهمين جدا للكلينيكال سيجنيفيكانت تاخدهم من الحاجات دي. اول حاجه ان الشكل بتاع الرومن الريتوكولوم اسف بيبقى هاني كومب شيب،
بيبقى عامل زي خلايا بتاع العسل، وبالتالي الفورم بودي لما يقع فيها بيبدأ يحصل فيها الريتيكولار وول بتاعها، سهل جدا ان يعمل بنتريشن او يمسك فيها لانها بتبقى فولدز كده، فممكن يمسك فيها. الحاجه الثانيه عمليه الفيزيكال كونتراكشن اللي بتحصل نتيجه الباي فيزيك كونتراكشن ده بيساعد لو الفورم بودي سقط ان هو اثناء عمليه الكونتراكشن يخلي فيه ايه بالظبط، يخلي فيه عمليه حدوث ايه بنتريشن للفورم بودي داخل الريتيكولار وول. وبالتالي في ما يسمى البريديسبوزنج فاكتور بتاع الحدوث التروماتيك ريتيكولوتينايتس، دي مهمه جدا جدا جدا، يبقى انا عارف ليه بيحصل في التروماتيك ريتيكولوتينايتس. ايه هي البريديسبوزنج فاكتور دي؟ اولا الحيوان بيعمل لاك اوف اورال ديسكريميشن، في انكومبليت ماستيكيشن، قلنا ان هو بياكل بيلوش الاكل، الطيب بتاع البرينشر بتاعه جراسبنج اوف ذا فود باي ذا تانج وذاوت سيلكشن، تاني جراسبنج اوف ذا فود وذ ذا تانج لسانه بيلوش الاكل وذاوت سيلكشن، فده فرصه ان اي فورين بيعمل جراسبنج لاي فورم بودي. الفورم بودي ده ممكن يبقى واير، ممكن يبقى نيدلز، ممكن لو انت جيت في الحيوانات اللي فيها بتفتح تلاقي فيها مثلا مشكله تروماتيك كونتاكتس، ممكن تلاقي حاجات فورم بودز غريبه جدا لان الحيوان ممكن ياكل باشكال اللي موجوده كتير. بيبقى فيه سمول سوفت بلد، ده الفاكتور الثاني. سمول سوفت بلد ده مهم، بيبقى يسهل دخول اي حاجه على عكس الحصان، الهورسز بيبقى فيها لونج سوفت بلد، لكن انا سمول سوفت بلد بيسهل دخول اي فورم بودي موجود. الحاجه اللي بعد كده ان في الفلور قلنا بتاع الروتيكولوم بيبقى عباره عن ايه؟ اولا الفورم بودي لما بينزل على الرومن ومن الاسنال كونتراكشن بيقوم راجع على الروتيكولوم بالجرافيتي، بيقوم ساقط في الروتيكولوم. طب ما يسقط في الروتيكولوم الفورم بودي ده لو بوينتد وفي ريتيكولار فولدز اللي هي الهاني كامب شيب بيعمل بنتريشن ليها سهل جدا. طب ايه تاني سهل؟ احنا قلنا دول الفاكتورز اللي هي بالنسبه لها علاقه بمين؟ بالحيوان، ان هو يسهل دخول الفورم بودي، ان هو جراسبنج ذا فود اوف ذا تانج وذاوت سيلكشن، تمام؟ السمول سوفت بلد، سمول سوفت بلد، ثالث حاجه الهاني كامب شيب. الكلام ده بيحصل مع ده اليوترس، الجرافيد يوترس، احنا قلنا في الليت ستيج من البريجنانسي، فاكرين؟ قلنا الليت ستيج من البريجنانسي. اليوترس في الوقت ده بيبقى عامل زي البندولوم زي ما انتم شايفين المنظر ده. يعني ايه بندولوم؟ يعني زي البندول طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ده اليوترس، تمام؟ فبيسهل جنبه طبعا بيبقى الروم من الروتيكولوم، سهل ان مع الحركه دي يخلي الفورم بودي يعمل بروفوريشن ويعمل بنتريشن للريتيكولار وول. يبقى الفيزيكال فاكتورز اللي بتساعد لعمليه البروفوريشن بقى، لو قلنا الفورم بودي خلاص رحلته وصل من الاورال كافيتي وصل للروتيكولوم، اللي يسهل البروفوريشن اولا عمليه الكونتراكشن الماسكولار كونتراكشن بتاع الفور ستومك اللي احنا قلنا عليها من شويه، ان عندك الباي فيزيك كونتراكشن بتاع الروتيكولوم بيبقى ليه دور اساسي جدا في اثناء عمليه البرايمري كونتراكشن زي ما اتفقنا البرايمري كونتراكشن. الحاجه الثانيه الادفانس جيستيشن الولاده العشر، قلنا دايما بتلاقي الحيوان في العشر الثقيل هيفلي جرافيتي يوترس، في اليوترس اللي هو الترايمستر، ويمكن ده من الامراض الفور ستومك اللي مرتبطه اكتر بالبريجنانسي. هناخد الابوميزال ديسبليسمنت دلوقتي هتلاقيه ريليتد للبريجنانسي بس بعد الولاده. بعد الولاده، لكن التروماتيك ريتيكولوتينايتس بيبقى في الليت ستيج من البريجنانسي عشان الجرافيت يوترس بيبقى اكت از بندولوم ويسهل البنتريشن بتاع الفورم بودي. لو الحيوان فيه اي مرض بيسهل عمليه التنسمس والستريننج، يعني ان الحيوان بيتحزق بيسهل عمليه البنتريشن، بيزود الابدومينال بريشر ويسهل عمليه البنتريشن بتاع الفورم بودي. دول الفيزيكال او الايتيولوجيكال وازاي بيحصل في دخول الفورم بودي ويعمل بنتريشن. طبعا بعد كده سهل جدا ان الفورم بودي ده يبدا يعمل بنتريشن للريتيكولو. طيب تعالوا نعرف مع بعض ايه هي الويز او السيكولي لما الفورم بودي يخش. من ساعه ما خلاص اتفقنا دخل من الاورال كافيتي سقط في الريتيكولوم، تمام، هيبدا يعمل بنتريشن، ايه اللي هيحصل؟ في فور بوتنشال اوت كومز اللي هو ممكن يحصل فيها. لو انت واحد مد زي ما نعرف دلوقتي ماجنتيك بار اللي هو المغناطيس زي الناس كلها بقت بتستخدمه دلوقتي، وبقى من البريفنشن او بروفلاكتيك تولز مهم جدا للبريفنشن بتاع التروماتيك ريتيكولوبرتونايتس، ممكن الفورم بودي ده يمسك فيه وخلاص، تمام، وما يحصلش اي امراض وما يحصلش اي مشكله لحدوث امراض. الحاجه الثانيه او الويز الثاني ان يعمل، احنا اتفقنا هنا خلاص مسك في المغناطيس ده الطريق الاولاني، الطريق الثاني ان يعمل بنتريشن للريتيكولار وول
عمل بنتريشن اوريدي للفيكولار وول بس ما عداش للبروتونيوم. عارفين البروتونيوم اللي بيحيط الابدومينال كافيتي بيبقى فيه برايتر وفيزرال لير، تمام؟ عشان كده بسميه تروماتيك نتيجه فورم بودي داخل بتروما ريتيكولو من ريتيكولم بروتونايتس، انه ممكن يعمل لي انفلاميشن في البروتونيوم. لو الفورم بودي دخل الريتيكولم بنتريشن للريتيكولار وول بس ما دخلش على البروتونيال كافيتي، الكلام ده بيبدا يحصل في فوكال بروتونايتس. فوكال بروتونايتس مايلد كلينيكال ساينس او ما يسمى الان كومبليكيتد ديزيزز، وبخلال 3 4 ايام الحيوان بيرجع لطبيعته خالص. يبقى ده الباس ويز الثاني. الباس ويز الثالث ان عمل بنتريشن للريتيكولار وول وكمان عدى على البروتونيوم وعمل انفلاميشن فعمل لي بروتونايتس بروفريشن ريتيكولار وول، تمام؟ وعدى على البروتينيال كافيتي فيعمل لي ما يسمى الاكيوت كيس. الاكيوت هنا اكيوت لوكال تروماتيك ريتيكولار بروتونايتس، تمام؟ اكيوت ولوكالايزد تروماتيك ريتيكولار بروتونايتس، والحيوان يظهر عليه الاعراض خلال 24 ساعه على طول. خلال لو الفورم بودي دخل عمل بنتريشن للريتيكولار وول ودخل على البروتينيوم هيعمل لي اكيوت لوكالايزد تروماتيك ريتيكولار بروتونايتس والاعراض تظهر خلال 24 ساعه. طيب ما اكتفاش بكده، الباس ويز الرابع ان هو عدى كمان الفورم بودي، عدى الريتيكولوم وعدى كمان على البروتينيوم ولا على اورجانس ثانيه زي الهارت زي ما احنا شايفين مع بعض كده، تمام؟ ان يحصل فيه بروفريشن ريتيكولار وول ويعدي على البروتينيال كافيتي، تمام؟ ويروح ممكن يعمل لي بقى ممكن يعمل لي ابسس، ممكن يعمل لي بريكاردايتس زي المرض المشهور جدا هتاخدوه في الكارديوفاسكولار ديزيز والتروماتيك تروماتيك بريكاردايتس، تمام؟ بيكون سببه وجود حاجه زي الفورم بودي في التروماتيك ريتيكولايتس. لما هنعرف مع بعض دلوقتي بتشوف الاثنين قريبين من بعض جدا، الروتيكولوم مع الهارت فممكن يعمل بنتريشن، دايما الفورم بودي ده بيبقى معاه بكتيريا والرومن اصلا بيبقى مليان بكتيريا زي ما احنا عارفين، فالفورم بودي ده يحصل بكتيريميا وبيبدا يحصل انفكشن، فيمكن يحصل فيه عندك بريكاردايتس مايكاردايتس ابسيسيشن في الليفر مثلا. طبعا الحاله زي كده ممكن تبقى خلاص بقى فيجال انديشن زي ما قلنا. ده الحاجات اللي هم الفور بوتنشال اوت كمز مهمين جدا نتيجه وجود فورم بودي نوتريشن فورم بودي. ده يمكن الجراف ده شفناه قبل كده اللي هم الفور تايب بتاع الفيجال انديشن، وقلنا لو تفتكروا ان تايب 2 يعتبر هو اهم اسبابه كفانكشنال كوزز اللي هو حدوث التروماتيك ريتيكولو بروتونايتس. يبقى هنا التروماتيك ريتيكولو بروتونايتس ده مهم جدا نبقى فاهمينه وعارفينه ونتساءل فيه. ايه التروماتيك ريتيكولو بروتونايتس يسبب تايب كام في الفيجال انديشن؟ يسبب تايب 2 في الفيجال انديشن اللي هو فيلير اوف رومن اوت فلو، لان زي ما هنعرف دلوقتي الكونتراكشن ده الانفلاميشن والابسيسيشن في ريتيكولار وول ده هيبدا يمنع حدوث عمليه الموتيليتي النورمال موتيليتي بتاع مين؟ الرومن والريتيكولوم. يبقى معلومه مهمه، التروماتيك ريتيكولو بروتونايتس هو المين برايمري كوز للفيجال انديشن تايب 2 زي ما قلنا اللي هو فانكشنال كوز لو نفتكر مع بعض المحاضره اللي فاتت. مهم جدا النقطه دي ليه؟ لان الفيجاس انديجيشن تمام بيحصل نتيجه انفلاميشن، ده نقطه مهمه جدا نبقى فاهمين ليه بيحصل فيجاس انديجيشن نتيجه تروماتيك ريتيكولار بروتونايتس. بيحصل فيه انفلاميشن وابسيسيشن او ادهيشن للريتيكولوم ويؤدي لحدوث الريتيكولو رومنال موتيليتي. هنا الرومن والريتيكولوم ما بيعملش كونتراكشن بطريقه سليمه نتيجه الانفلاميشن والادهيشن اللي ممكن يحصل. نراجع مع بعض كده، قلنا ده البرايمري الفور ستومك ديزيز، في برايمري ديزيزز وفي سكندري ديزيز، وقلنا ان المين ديزيز ممكن يعمل لها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا كوز، يا اما امراض حصل نتيجه الرومنال كونتراكشن رومنال ريتيكولار كونتراكشن في مشكله ابنورمالتيز او مشكله في عمليه الفرمنتيشن. قلنا يمكن الامراض المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الامراض اللي بتبقى نتيجه مشكله في الفرمنتيشن زي الاكيوت اسيدوزيس او السب اكيوت رومنال اسيدوزيس، ممكن زي ما قلنا عشان نركز في النقطه دي برده مهم جدا الفروسي تيمباني الفيتلو تيمباني دول نتيجه ابنورمالتيز في الفرمنتيشن، لكن لو قلنا على الفري جاس تيمباني بشكل كبير جدا نتيجه عمليه الابنورمالتيز في عمليه الايه ايوه بالظبط مشكله في عمليه الكونتراكشن ماشي. اللي قلنا من ضمن اسبابه لو نفتكر من ضمن اسبابه التروماتيك ريتيكولوبروتونايتس الفري جاس تيمباني. نرجع هنا للتروماتيك ريتيكولوبروتونايتس، لو انا عايز اقسمه according to the cause، هل هو مشكله في الفرمنتيشن ولا مشكله في عمليه الرومنال ريتيكولم كونتراكشن؟ بالظبط هو مشكله هنا في عمليه الرومنال وول والكونتراكشن سايكل. لو نفتكر تاني قلنا ان الريتيكولم هو مسؤول عن بدايه انيشيت للبرايمري كونتراكشن، انيشيت للبرايمري بتعمل ميكسنج،
تمام. وبالتالي لو الوول زي ما قلنا في انفليمد او كده، وبالتالي عمليه الكونتراكشن مش هتتم بشكل سليم. وبالتالي لو انا حبيت اعمل كلاسيفيكيشن للتروماتيك ريتيكولار روتينايتس اكوردنج تو، هو نتيجه الكوز بتاعه نتيجه ابنورماليتي في عمليه الكونتراكشن، مهم جدا النقطه دي نبقى عارفينها. طبعا كلمه بروتينايتس، كلمه بروتينايتس هي عباره عن انفلاماتوري بروسيس، اللي هي ان يبقى في انفلاميشن في البروتونيال كافيتي والسيروزا بتاع البروتونيل. ده الباس ويز في بحث كويس قوي بيتكلم عن البروتونس ده والبيج بانج. البيج بانج كلمه بانج كانك بتاخد الحيوان بياخد بوكس شديد جدا. طبعا لو في بدايه ان في بروتونيال انجري، بعد كده بيطلع حاجه اسمها كاتاكولامينز بتعمل لي اي دايناميك ايلس، ايلس او قلنا اليا او ايلس، ان الحيوان في الانتستين عمليه الكونتراكشن بتاع الانتستين بتقل او البريستالتيك موفمنت بتاع نتيجه اكسكريشن بتاع مين؟ الكاتاكولامين. طبعا بيبقى في بكتيريا زي ما اتفقنا، فورم بودي ده جاي منين؟ جاي من الرومي. في ايه؟ في بكتيريا، فبيعمل البكتيريا دي ممكن تحصل لها ابزوربشن فتعمل لي بكتيريميا او سيبتسيميا، تمام. طب لو في توكسينز هتعمل لي اندوتوكسيميا، تمام. عشان كده من ضمن التريتمنت لاين بتاع التريتمنت بتاع التروماتيك روتينايتس ان انت تحاول تدي فورم بودي عشان حدوث البكتيريميا والاندوتوكسيميا اللي حصلت دي. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتحصل، بيحصل في اميونيتي بتشتغل، فبتلاقي في ليكوسايتوزيس موجود. عشان كده هنلاقي في الكلينيكال باثولوجي ان في عندك ليكوسايتوزيس وعندك نيتروفيليا، نيتروفيل كتيره لان نتيجه النيتروفيل ريفلكس زي انفلكس زي ما احنا شايفين، وبيحصل نيتروفيل ريفلكس انفلكس بتيجي بشكل كبير وتلاقي عدد النيتروفيل بتبقى كبير. الحاجه الثانيه ان بيحصل في فازو اكتيف اماينز بتطلع، ده كله بيحصل امتى؟ لما بيحصل في انجري ان الفورم بودي يعمل بنتريشن للفورم بودي، تمام. اللي بيحصل الفازو اكتيف امينز الاماينز دي بتطلع تعمل فاسكولار بيرميابيليتي، فيحصل فيه بلازما اوكسيديشن، فيحصل فيه هايبوفاليميا وفي هايبولوتينيميا. من الحاجات اللي بيحصل لها لوس برضو البروتين بنسبه كبيره، فتلاقي الحيوان اللي انت ككلينيكال باثولوجي اللي فيه تروماتيك روتينايتس في هايبروتينيميا وفي هايبوفاليميا نتيجه الفلاكس اللي بيحصل نتيجه الفازو اكتيف امينز دي بتزود لي الفاسكولار بيرميابيليتي. من الحاجات برضو المهمه اللي بتحصل السكريشن بتاع الفيبرينوجين، وبالتالي لما بتيجي تعمل كلينيكال باثولوجي لو انا خدت عينه الدم بتلاقي فيه الفيبرينوجين بيبقى نسبته عاليه جدا، فبيعمل لي ادهيجن وتلاقي فيه الحاله ممكن تتحول لكرونيك كيس. فبالتالي ده دكاتره لا مملك ازاي بيحصل التروماتيك روتينايتس وايه اللي ممكن يحصل فيه. هنا هم مسج من السلايد دي من ممكن تطلع منها كتريتمنت اللي انا لازم ادي فلويد ثيرابي عشان حدوث الهايبوفاليميا، ممكن ادي فلويد ثيرابي عشان الاندوتوكسيميا اللي ممكن تحصل او البكتيريميا اللي تحصل، لازم ان انا ادي حاجات عشان الالياس اللي واقف، ادي حاجات كرومونوتوركس ان هي تحرك لي الكرش. ان انا في الكلينيكال باثولوجي هتلاقي بقى عندك هايبوفاليميا، هتلاقي هايبوبروتينيميا، هتلاقي في ليكوسايتوزيس ونيتروفيليا ونيتروفيل شيفت تو ليفت او الاماتيور سيلز. ده طبعا امتى يحصل اكيوت ديفيوز سيبتيك بروتونايتس، تمام. زي ما قلنا ليه اللي بيخلي يحصل فيه اكيوت، زي ما اتفقنا في الاكيوت كيسز بقى، اكيوت كيس زي ما اتفقنا ان بيحصل فيه رابيد كليرنس البكتيريا فتؤدي الى اندوتوكسيميا وبكتيريميا، رابيد انفلكس فلويد للبروتونيال كافيتي، الفلويد عايزه تخش فيعمل لك هايبوبروتينيميا ويعمل لك هايبوفاليميا، تمام. وهيعمل لك ممكن الحيوان ده يخش في شوك، هنشوف دلوقتي في الاعراض الحيوان يبقى شوك ستيت في الاكيوت ديفيوز. ليه الحيوان بيبقى شوك؟ لان نتيجه تاني مهمه جدا النقطه دي، لان بيحصل فيه رابيد انفلكس للفلويد نتيجه الفازو اكتيف اماينز اللي بتطلع فتعمل لك ايه؟ هايبو فوليميا، تمام. والحيوان يبقى فيه هايبروتونيميا. طبعا الدوبيزيشن للفايبرين عشان قلنا الفايبرين بيزيد ممكن ينتهي بايه؟ يحصل فيه ابدومينال ديستنشن، عشان كده قلنا هو ممكن تروماتيك روتينايتس من الحاجات اللي تعمل لك ديستنشن، لان واحد من الحاجات اللي بتعمل لي فيجاس انديجيشن، ماشي. طبعا الكلام ده بيبدا يعمل فيه الابسيسيشن، ممكن الياس اديجن، وممكن يؤدي الى اوبستراكشن. من الحاجات المهمه جدا اثناء حدوث تروماتيك روتينايتس ان الحيوان بيكون فيه بين شديد جدا، فيه بين شديد جدا، تمام. قلنا هو المرض الوحيد اللي يعتبر في فور ستومك اللي البين بيبقى فيه سيفير بين، ممكن يكون اكيوت، ممكن يكون بير اكيوت، ممكن سب اكيوت، ممكن كرونيك زي ما هنعرف دلوقتي. ليه بيحصل البين؟ مهمه جدا النقطه دي، نتيجه وجود سوماتيك افرنت نيرف اندنجز في البرايتر بيرتونيوم،
تاني وجود في السوماتيك افرونت نيرف اندنج في البرايتر بروتونيوم، والحيوان بيبدا يحس السنسيتيفيتي فيه، بيحصل فيه بين بشكل جديد جدا. عشان كده الحيوان ده بيبقى فيه ابدومينال وول ريجيديتي. يعني ايه ابدومينال وول ريجيديتي؟ ليه مشدود كده الحيوان فيه شادد نفسه، نتيجه ايه؟ نتيجه البين اللي موجود. طيب تعال نشوف مع بعض بقى ازاي الحيوان ده بيظهر الاعراض عليه وبتشوفه بشكل ايه. في البدايه طبعا انا جايب الصوره دي عشان عشان تشوف ايه قد ايه الروتيكولوم قريب من الهارت. فبالتالي في الباسوي الرابع لو نفتكر ان الحيوان كان بيحصل فيه ايه، بيحصل فيه اعراض البريكاردايتس نتيجه الفورم بودي، ممكن يعمل بنتريشن فيبدا يحصل فيه البريكاردايتس، تمام، او هيباتيك ابسس، او ممكن يحصل فيه لونج ابسس، تمام، كسكندري او اللي هو الفور باسويز. الساينس بتنسى زي ما اتفقنا على كوردنج الباس واي على حسب هل في بنتريشن للريتيكولار وول، تمام، وعدى البروتينيوم ولا لا، وعدى الاورجان تاني ولا لا. فبيعتمد السيفيريتي بتاع المرض بتعتمد على هل الاناتوميكال ريجون هو قريب من حاجه معينه ولا في جوه في الروتيكولوم، ولا قريب من الهارت في عمليه بريكاردايتس، تمام. فده الاناتوميكال ريجون بتاعته. الدبس بتاع البروفريشن هو هل هو ما عملش بروفريشن خالص فيبقى انكمبليكيتد كيسز، هل عمل بروفريشن للروتيكولوم وول بس ما عملش اللي هو بروفريشن للبروتينيوم فبالتالي يعمل لي لوكاليز بروتونايتس والاعراض تروح في وزن 3 تو 4 دايز، ولا عدى البروتينيوم فيعمل لك اكيوت ديفيوز بروتونايتس، تمام. يبقى الدبس بتاع البروفريشن بتاع الفورم بودي او الفورم بودي ده اطول ويروح على اورجانز تاني فيعمل لك سكندري ديزيز زي بريكاردايتس زي ما اتفقنا، زي ابسيسيشن موجود ولا لا، تمام. من ضمن الحاجات بتاثر لي برضو على الاعراض هل في اعراض لامراض ثانيه ولا لا، اورجنز ثانيه. الحاجه الثانيه شكل الفورم بودي، الفيزيكال كاركتر بتاع الفورم بودي، هل الفورم بودي ده ميتال ولا نون ميتال، تمام. هل هو شارب بوينتد بلانت، شارب او بوينتد، هل هو زي مسمار، هل هو زي نيدل فسهل ان هي تخش تعمل بنتريشن للفورم بودي للروتيكولار وول، ولا هي حاجه بسيطه بلانت فبالتالي ما بتعمليش بنتريشن للروتيكولار وول. اخر حاجه طبعا قلنا جيستيشن، وقلنا ان دايما نركز قوي ان المرض ده بيحصل في الليت ستيج من البريجنانس. دول اكوردنج تو ذا كيس قلنا ان ممكن الحاله ان كومبليكيتد كيس، ممكن الحاله تبقى اكيوت كيس لو حصل بروفريشن للبروتينيوم، ممكن لو كومبليكيتد كيس واذر ديزيز، تمام. لو الحاله ان كومبليكيتد زي ما قلنا 3 5 ايام الحيوان بيرجع لطبيعته، يبدا اكله يرجع زي ما قلنا، الابوتايت بتقل خالص او انوركسيا لا بترجع تاني لطبيعتها وزن 3 تو 5 دايز، في الميلك برودكشن بيبدا يقل بيبدا يرتفع. الحاجه بعد كده الاكيوت كيسز وزن 20 تو 4 اورز الحيوان بيبدا يظهر عليه الاعراض، تمام. الاعراض زي ما قلنا انوركسيا اجالاكتيا، في ريتيرن ريلاكتنت تو موف مش عايز يمشي نتيجه البين اللي موجود، انكزاست تحس ان هو قلقان، ارشنج الباك، تمام. طبعا الكومبليكيتد كيس بقى ده لو راح على اورجنز ثانيه، ولو راح على اورجنز ثانيه ده المرض بيمتد بقى بيبقى كرونيك، تمام، نتيجه طبعا بروتراكتد ديزيز. يعني ايه بروتراكتد؟ المرض بيمتد، تمام، وستاتيك فور دايز تو ويكس. الكلام ده امتى؟ انه في نتيجه فيلير تحدوث لوكاليزد بروتونايتس ويتخلص، لا يبدا يحول لديفيوز بروتونايتس، تمام، او انفولفمنت في الاذر اورجانز، انفولفمنت في الاذر اورجانز، وبالتالي الاذر اورجانز دي بقى زي الاعراض بقى تظهر بريكارديتس في ليفر ابسس ولا لا ولا الاعراض الثانيه. والحيوان ده في الغالب بيبقى فيه كرونيك كيسز، فبتلاقي ديكريز في الفيد انتيك لفترات طويله وديكريز للملك برودكشن والفيكال اوت بوت بيقل. في حيوانات بتبدا تجي لك باعراض ان الفيكال اوت بوت قليل، تمام، وسكانتي، تمام، والكرونيك، فده بتبقى كرونيك كيسز ومن الحاجات اللي بيعمل لي ليفر ابسيسيشن بشكل كبير. قلنا ان المرض التروماتيك توكنولايتس من الحاجات المهمه جدا يحصل فيها سيستميك رياكشن وبالاخص الفيفر، وقلنا يمكن هو المرض الوحيد اللي بيحصل فيه فيفر فدرجه الحراره بتبقى مايلد، تمام، في الفورستومك مهم جدا، تمام، لكن ممكن تلاقي فيه البلس بيزيد، ممكن تلاقي الهارت ريت بيزيد، ممكن طبعا اثناء الريسبيريشن الحيوان في جرانتنج اثناء عمليه الريسبيريشن. طبعا الابيتايت قلنا الابيتايت دراماتيك لوس للابيتايت، توتال سيشن للابيتايت، تمام.
لان في اكيوت انفلاميشن جوه الرومن، تمام. الميلك برودكشن زي ما قلنا نير تو زيرو وزن 12 اورز، عشان كده قلنا الحمام ممكن يوصل من 30 كيلو ل 2 كيلو. ليه؟ فاكرين ليه؟ قلنا في اول محاضره نتيجه البرودكشن للفولاتيل فاتي اسيدز اللي بتروح تعمل لي الميلك فات وتعمل لي الميلك شوجر. هنا في انفلاميشن، قلنا ان الروتيكولوم هو المسؤول عن عمليه البرايمري كونتراكشن اللي بيعمل ميكسنج للانجستا ليه بايه بالظبط، انجستا للميكروبيال بوبيليشن. فبالتالي نتيجه العمليه دي مش هتتم البرايمري كونتراكشن، مش هيحصل ميكسنج، مش هيطلع فولاتيل فاتي اسيدز، مش هيطلع فولاتيل فاتي اسيد من بين فارسين ودامين زي ما لو نفتكر مع بعض. وبالتالي عمليه الميلك برودكشن في دراماتيك دروب في الميلك برودكشن ممكن يوصل لزيرو وزن 12 اورز. طبعا ما فيش رومينيشن، الرومين واقف. ممكن تلاقي في اثناء عمليه بين اثناء عمليه الديفيكيشن واثناء عمليه الرونيشن الفيسز في الغالب يبقى سكانتي فيسز وفي كونستيبيشن ودراي فيسز. طبعا البين من قلنا من اهم الاعراض نتيجه السوماتيك سيلز النيرف اندنجز اللي موجوده في البروتونيال كافيتي، وبالتالي الحيوان ريلكتنت مش عايز يمشي، ستاندنج زي ما قلنا لفترات طويله، لي داون ويز جيت كير، يعني لما يجي يقعد او يعمل ريكومنت بيبقى فيه كير جدا. البين ممكن يبقى اكوردنج تو السيفيرتي بتاع الديزيز، ممكن اكيوت بين في كيكنج للبيلي، تمام، ممكن يكون سب اكيوت بين اللي هو مجرد ارشنج للباك وجرانتنج، تمام. في كرونيك بين الحيوان بيعمل جرانت وجرايندنج وزاتيز، ممكن وهو ماشي كده فتلاقي ان الفورم بودي بيشكه، فتلاقي مع ده معنى كلمه جرايندنج زيرتيز وايل بوكد باي ذا فيتاليك بون ميتاليك فورم بودي، وهو ماشي مره واحده تلاقيه بيعمل جرانتنج. ده في الكرونيك كيس لان الفورم بودي بيبدا يشكه في الاوقات دي. الغريبه بقى ان انت ممكن تلاقي بعض الحيوانات في الاكيوت ديفيوز سيبتيك بروتونايتس البين مش واضح قوي. ليه؟ دي نقطه مهمه. ليه ممكن البين الابدومينال البين مش واضح اثناء عمليه الاكيوت ديفيز بروتونايتس؟ النقطه دي مهمه قوي. نتيجه السيفير بين ده اوفر هولمز، يعني اوفر هولمز بيشغل الحيوان عن اي لوكالايزد بين، تمام، نتيجه الديفيوز سيفير بين في الجسم كله، تمام، ما بيخلوش يبدا يظهر عليه الاعراض الثانيه. طبعا الحيوان بيبقى شوك لايك ستيت، قلنا نتيجة فاكرين؟ ايوه. ليه شوك لايك ستيت وزن 20 وزن 12 تو 48 اورز، تلاقي 12 ل 4 48 ساعة ممكن تحاول تلاقي شوك ستيت باين عليه شوك نتيجة الهايبوفوليميا، زي ما اتفقنا ممكن يحصل فيه هايبوفوليميا مع الاندوتوكسيميا اللي موجودة. في علامة مهمة هنا جدا، الحيوان اللي هو فيه اكيوت ديفيوز بروتونايتس، الحيوان ده ممكن تلاقي البودي تمبريتشر بتاعته بلامت. يعني ايه بلامت؟ يعني بترجع مرة واحدة بيحصل لها سادن دروب من الفيفر تو نورمال او سب ابنورمال، نبقى تشوك انيمال، ودي علامه مهمه جدا لوجود اكيوت ديفيوز بروتونايتس. ضمن الاعراض برضو اللي تاكد لك الحيوان ده فيه اكيوت ديفيوز بروتونايتس ان بيتلاقي فيه البادي تمبرتشر برامت. يعني ايه برامت؟ من بتسقط مره واحده فجاه من فيفر لنورمال وساعات تنزل لسب نورمال. طبعا الحيوان ده لو في الحيوان ده في الليت ستيج زي ما اتفقنا بالجرافيت يوترس بيبدا يحصل فيه الديسيمينيشن، بيبدا للبروتونايتس ويحصل لي ديفيوز. ده ليه بيحصل ديفيوز بروتونايتس؟ يعني ايه ديفيوز بروتونايتس؟ بينتشر في الابدومن كله اللي بيساعد عليه نتيجه البندلم زي ما اتفقنا، حركه البندلم بتاع مين؟ اليوترس، الجرافيد يوترس، يعني بيساعد في الديفيوز بتاع البروتونايتس او الديفيوجن بتاع البروتونايتس. الحاجه الثانيه ساعد ممكن على البنتريشن بتاع الفورم بودي اللي هو الجرافيد يوترس، عشان كده قلنا ان هو ريليتد قوي ان الحيوان بيكون في الليت ستيج من البريجنانس. طبعا قلنا لو دي الحاجات اللي بتعمل جرانتنج في الكاتل، لو قلنا الحاجات دي بتعمل جرانت في الكاتل، من اهمها الحاجات اللي هي بتعمل بروتونايتس زي الاكيوت والديفيوز والكرونيك، تمام، زي طبعا بقيه الابدومن او الثراسيك. لكن من ضمن الحاجات اللي بتعمل جرانت في الكاتل ده ديفرنشال دايجنوزس اللي هو مين؟ اللي هو حدوث البروتونايتس. دي شويه صور، الحيوان تلاقي فيه ارشنج للباك زي ما اتفقنا، الحيوان ريلكتنت تو موف مش عايز يمشي، بيفضل عمليه الستاندنج اكتر ما يقعد، لو قعد بيبقى ويز جريت كير. تمام، برضو في ارشنج للباك، ده بتلاقي فيه حيوان فيه فيستلا فورم بودي كمان عمل بنتريشن وبدا يحصل فيه ان يحصل فيستلا ويفتح ويبدا يعمل دروب للفلويد.
ده الحيوان عامل ما يسمى جليزد ستيت او ستار جيزنج، اللي هو بيبدا اليرت قوي، حيوان بيبقى اليرت نتيجه البين الشديد اللي موجود. ده من العلامه المهمه قوي ان انت تلاقي حاجه ما تسمى بيسموها الفلاسيد، بيسموها الفلاسيد ادر. الفلاسيد ادر ايه؟ نتيجه البدر، ما دام الادر كان مليان قوي بتلاقي فيه دراماتيك فول في الميلك برودكشن. زي ما قلنا ممكن تلاقي الحيوان يحصل فيه دروب في الميلك برودكشن من 30 لتر ل 2 3 لتر، واتفقنا ليه؟ نتيجه انفلاميشن، يحصل فيه ديكريز للفولاتيل برودكشن، فولاتيل فاتي اسيدز زي ما قلنا من بين فارسين ودمين، تمام؟ واللي هتروح للمصنع الميموري جلاند عشان تطلع. طبعا ده من ضمن الحاجات اللي بنقول عليها في الدياجنوزس، ان في بيبقى الاكس راي من الحاجات المهمه جدا ان بتشوف فيها الفورم بودي. ده مثلا حاله بيريكاردايتس وموجود الفورم بودي موجود، عمل بنتريشن البيريكارديوم كسكندري للتروماتيك ريتيكولوبروتونايتس. هنا ده الريتيكولا، ولو ركزنا قوي هتلاقي في زي تاير، عارفين سيركل التاير اللي هو الاطارات بتاع العربيات، طبعا بيغطوا السايلج والحاجات البانكرز بتاع السايلج بالتايرز، فساعات التايرز دي بتتحلل فيبقى في سلك. لو ركزت قوي في حاجه سمراء هنا حاطط عليها الدايره دي بتتحلل وتبدا تلاقي في الفورم بودي موجود. تمام، بعد ما عرفنا مع بعض ايه هو الاسباب الايتيولوجي بتاع التوماتيك توكوبتونايتس والباسويز والايتيو باسوفيسيولوجي بتاعها، تعالوا والكلينيكال برزنتيشن، تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الانسيلري دايجنوستيك تولز بتاع التوماتيك توكوبتونايتس، ايه هي التولز المهمه في اثناء عمليه الدايجنوزيس لحاله جايه لي من التوماتيك توكوبتونايتس. يمكن زي ما اتفقنا مع بعض، الدياجنوستيك ابروتش فور ستومك ديزيز بيعتمد على الهيستوري. الهيستوري هنا الحيوان ده في الليت ستيج من البريجنانسي، الحيوان ده فيه دراماتيك دروب في الميلك برودكشن، الحيوان ده فيه دراماتيك انوروكسيا، الحيوان ده فيه فيفر، الحيوان ده في ريلاكتنت موف مش قادر يمشي، بيفضل ان هو يقف دايما. قلنا بعد كده الاسسمنت بتاع الرومن، وهنا قلنا في الحاله زي كده الرومن بيبقى فيه كومبليت رومنال ستاسيس نتيجة ان في الديكريز للاكزيتاتور ريفلكس نتيجة في مشكلة في التنشن ريسبتور زي ما قلنا قبل كده، تمام؟ طبعا ممكن يبقى الحالة فيها ديستنشن نتيجة ان هو فيجل تايب 2 فيجاس انداجيشن، وبالتالي بيمنع الرومن ايفاكويشن، وبالتالي ممكن تجمع الانجستر تعمل لك ديستنشن مايل ديستنشن، تمام؟ الدياجنوستيك تيستنج هنا في مهم جدا، في كام تولز مهمين جدا مع بعض، زي هنعرفه مع بعض دلوقتي زي البين تيست هنعرفه، الميتال ديتكتور، الباراسينتيزيس، الراديوجراف، الالترا ساوند. المرض ده من الامراض اللي فيه تولز كتير جدا في الدياجنوزيس، بتشوف على حسب الافيلابيلتي اللي موجوده قدامك وتبدا تشخص بيه. زي ما قلنا بيعتمد على الهيستوري، ده البلان، ده الساينس، الكلينيكال باثولوجي، البين تيست، الميتال ديتكتور، الالترا ساوند، الراديوجراف. طبعا زي ما قلنا بالنسبه للرومنال موتيليتي هنا بتلاقي فيه مشكله، لان بيبقى فيه لاكلي او ديكريز للاكزيتاتور ريفلكس زي ما اتفقنا، ان دول لو ناكد عليهم كل محاضره اهوت اللي هي الاسباب بتوع الكلينيكال رومنال استاسيس، تمام؟ الحاجات على حسب المرض اللي موجود، فهنلاقي التروماتيك ريتيكولوبروتونايتس من الحاجات اللي بتعمل لاك الاكزيتاتور ريفلكس ونتيجه مشكله في التنشن ريسبتور. ناكد على المعلومه دي اكتر من مره، ايه الانفوجراف ده مهم جدا ان انت تعرف فيه ايه الحاجات اللي بتعمل كلينيكال رومنال استاسيس. طبعا لو جيت هنا عملت بالبيشن واسكالتيشن للرومن زي ما اتفقنا ان هتلاقي فيه هايبر موتيليتي، ممكن زي ما قلنا الامراض معظمها بتبدا بهايبر موتيليتي لكن بتنتهي بهايبر موتيليتي. اتفقنا هنا ليه؟ لان هو تايب 2 فيجال انداجيشن نتيجه ان بيحصل فيه انفلاميشن، بيحصل فيه ابسيسيشن، بيحصل فيه ادهيجن للرومن ريتيكولار وول، فبالتالي بيحصل فيه يؤدي الى هايبو موتيليتي. ممكن وانت بتسمع بالسماعه، تمام، اثناء الحركه بتاع الكرش او الرومن تلاقي الحيوان بيعمل تريدنج وزهايند ليف،
زي ما قلنا الفورم بودي ممكن يبقى بيعمل بنتريشن اثناء الكونتراكشن، فتلاقي الحيوان بيتالم ويخبط برجله لتحت. دي علامه مهمه قوي للتروماتيك ديكوبتونايتس، وانت بتفحصها لو انت بتفحص ولقيت الحيوان بيعمل يخبط اثناء عمليه الكونتراكشن وانت بتسمع لو في صوت للرومن، تمام، هتلاقي في الحيوان بيخبط برجله اللي ورا، ده علامه ان في لوكال بروتونايتس موجود عندك. طبعا هو من الحاجات اللي بتعمل ابدومينال ديستنشن، فممكن يبقى في مايلد ريكورنت تيمبني. وقلنا ان هو بيبقى من ضمن، ناكد على المعلومه دي تاني، هو فيجاس انديشن وبيعمل لي ايه؟ ايوه بيعمل لي بيكون من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل لي فري جاس تيمبني. فاكرين في ضمن الحاجات اللي قلنا بتعمل فري جاس تيمبني، تمام، او السكندري تيمبني، ان في الايفاكويشن بتاع عمليه الاركتيشن فيها مشكله. من ضمن الحاجات لو نفتكر قلنا ممكن يكون مشكله في السوفوجاس، تمام، او مشكله ثانيه في مشكله في عمليه الكونتراكشن عشان يحصل ايفاكويشن لل، وبالتالي ممكن يحصل في ريكورنت تيمباني او فري جاس تيمباني اثناء التروماتيك ديكوبتونايتس. ليه؟ لانه زي ما قلنا الثاني بناكد على المعلومه، انفلاميشن وادهيشن للروتيكولار رول بيمنع لعمليه الموتيليتي بتاع الروم. يمكن احنا شفنا السلايد ده مع بعض في الباثوفيسيولوجي، بس انا هنا جايبه على اساس ان انت تعرف الكلينيكال باثولوجي بسهوله جدا زي ما اتفقنا. لو انت عايز تفحص بقى العينه بتاعت عينه الدم عندك وتشوفها، زي ما قلنا ده الباسويز، وبتلاقي دايما بتلاقي فيه الياس، وبالتالي الالياس ده موجود نتيجه الكاتاكولامين، فهتلاقي فيه دايما موجود عندك فيه هايبوكالوريميا، هايبوكاليميا، ميتابوليك الكالوزس مصاحبه للتاني، في هايبوكالوريميا، هايبوكاليميا، ميتابوليك الكالوزس مصاحبه لحالات الالياس نتيجه مين؟ الكاتاكولامين. طبعا قلنا في بكتيريميا، في اندوتوكسيميا، تمام، في زي ما قلنا اللي بيحصل في ليكوسيتوزس، ليه؟ نتيجه النتروفيل انفلكس اللي بتزيد زي ما اتفقنا عشان تتخلق او يشجع الاميونيتي، زي ما اتفقنا نتيجه الفازو اكتيف امينز الفاسكولار بيرميبيليتي بيحصل فيه هايبوفاليميا وهايبوكالوريميا، وبالتالي لما بتيجي تشوف البروتين بتلاقي فيه دروب في البروتين، تمام، لما تيجي قلنا في الفيبرونوجين بيزيد فبتلاقي فيه هايبر فيبرونوجين. كلينيكال باثولوجي من الحاجات المهمه جدا، وبالتالي من خلال السلايد اللي فات تلاقي فيه توتال ليكوسيت كاونت عشان الاكتيفيشن للنتروفيل واكتيفيشن للاميونيتي، بتبدا من اول يوم بتبدا تزيد التوتال ليكوسيت كاونت، بترجع في اليوم الثالث ده بالنسبه للاكيوت ديفيوز تروماتيك ديكوبتونايتس في نيتروفيليا 50 ل 70% ليفت تو شيفت اللي هي الاماتيور سيلز، تمام، وبتستنى لمده من اول يوم، ممكن تلاقي معاك لمده 3 ايام. المشكله في الغالب بتجي الحالات دي بتجي لك في الايه الكرونيك ستيج او اللي انت ممكن ما تلحقش. طبعا وبيعتمد الكلينيكال باثولوجي هل انت عندك تولز ان انت تعمل دايجنوز ولا لا. واعتقد ان يعني اتمنى ان الفتره اللي جايه ان الاطباء البطنيين يهتموا بموضوع الكلينيكال باثولوجي والمعامل، وعلى الاقل لو هتودي المعمل البشري تبدا تحلل فيه وتشوف الايه الاناليس بتاعتك، لان ده تيبيكال لو حاله فيها شك في التروماتيك ديكوبتونايتس بالاعراض اللي قلنا عليها. لو شفت الحاجات دي موجوده زي ما قلنا الفايبرونوجين بيزيد لان ده بيبقى مسؤول عن عمليه الادهيشن، والتوتال بروتين بيبقى قليل لانه احنا بيحصل فيه لوس من ضمن الكلينيكال باثولوجي او من ضمن الباثوفيسيولوجي بيحصل لوس للبروتين، فبتلاقي فيه هايبوبروتينيميا، اللي طبعا بتلاقي فيه هايبوكالوريميا، هايبوكاليميا، ميتابوليك الكالوزس. ليه؟ ده سؤال مهم. ليه ممكن تلاقي الحاله اللي فيها تروماتيك ديكوبتونايتس فيها هايبوكالوريميا، فيها هايبوكاليميا، فيها ميتابوليك الكالوزس؟ ليه؟ نتيجه الالياس. طب الالياس ده حصل نتيجه ايه؟ نتيجه الكاتاكولامين، نتيجه عمليه الايه؟ البروتونايتس اللي حصل. مهم قوي النقط بتاع الكلينيكال باثولوجي بتاع تروماتيك ديكوبتونايتس. طبعا من الحاجات المهمه جدا كاكزامينيشن اثناء الدياجنوز بتاع تروماتيك ديكوبتونايتس اللي هو البين تيست. اتفقنا ان نتيجه السوماتيك سيلز اللي موجوده في البروتينيال كافيتي، تمام، بيحصل فيه اكتيفيشن عمليه البين، البين بيبقى شديد جدا، حتى بالتالي قلنا الحيوان بتلاقيه في ستيفنس موجود او ريجيديتي موجوده نتيجه البين اللي موجود فيه، تمام. وقلنا ان التروماتيك ريتيكولوبتونايتس هو واحد من اهم الحاجات اللي بتعمل لي كرينيال ابدومينال بين، من الحته اللي قدام بتلاقي فيه بين فيها. طبعا الايفيدنس بتاع الابدومينال بين زي اللي هم البين تيست اعتقد خدتهم في العملي بالتفصيل، ومهمين جدا معايا
في الدياجنوز بتاع التروماتيك تيكروبوتونايتس، ان انت تعمل بنشنج للويزر، ان انت تعمل بريشر او الاكزوفويد كارتريج تبدا تخبط فيها، ان انت تعمل الحيوان تيرنينج ان اكيوت انجل. تمام، دي كلها طبعا علامات للكرينيال ابدومينال بين زي اللي انتم شايفينهم دول، اللي فيه جرانتنج ويز بريشر على ابلايد ويزر، في جرانت اثناء الاكزوفويد لما تخبط الاكزوفويد، ريلاكتنت تو موف الحمل. قلنا من ضمن العلامات المهمه جدا ان الحمل مش قادر يمشي، بيفضل ان هو واقف ستاندنج وما بيحبش يقعد، ارشنج للباب للباك والستاندنج، دي كلها علامات للساينس البين. ليه تاني؟ نتيجه قلنا السوماتيك سيلز بتاع النرفيشن النيرف سيلز اللي هي موجوده في البروتونيال كافيتي. طبعا حمل الحمل ممكن بتلاقي فيه فور ليم ابدكشن عشان بيحاول يقلل موسع رجليه القدامين عشان يوسع يقلل البين عليه شويه. دول البين تيست خدتهم في العملي، ووكينج داون هيل اللي بتنزل الحيوان من على مكان عالي، بس ده طبعا لو في ممكن يحصل فيه بروفريشن فما بيفضلش قوي. سايد ستيك ميثود، البنشنج للويزر، التيرنينج للفيت انجل بتلف الحيوان في اكيوت انجل، بركاشن على الاكزوفويد كارتريج زي ما قلت، دول مهمين جدا زي ما خدتهم في العملي. ده السايد ستيك ميثود اللي انت بتجيب العصايه اعتقد عملتها في العملي وتبدا ترفع، فالحيوان في زي ما انتم شايفين حد بيسمع بالسماعه فبيلاقي في جرانتنج، وممكن كمان مش مجرد السماعه لا، ده انت بتلاقي في بين واضح جدا الحيوان. ده السترونج بيركشن وبرده في حد بيسمع بالسماعه بيشوف هل في جرانتنج ولا لا. ماشي، ده البنشنج للويزر. مين مهم جدا البين تيست تبقوا عارفينه في الدياجنوز بتاع التروماتيك بروتوكولايز. ده بالنسبه للابدومين سنتيسيس، ده لو انت هتقدر تعمل ابدومين سنتيسيس وعندك عينه وتقدر تاخد في المعمل نتيجه البروتونايتس وتبدا تفحص، طبعا هتلاقي فيه برضو العينه البروتينيه هتلاقي فيها التوتال اكسيتيك كاونت موجود عالي. طبعا مش عايز مش ما تشغلش بالك بالارقام قوي، التوتال بروتين بيبقى عالي، النتروفيل بيبقى عالي. لكن لو انا في حاله بروتونايتس، دي نقطه مهمه قوي، ما قدرتش اجيب بروتينيال فلويد، طبعا المفروض نورمال ما يجيش، لكن في حاله البروتونايتس بيبقى فيه افيوجن فتلاقي فيه بروتينيال فلويد. نرجع تاني قلنا في الباثوفيسيولوجي ان في هايبوفوليميا نتيجه الريفلكس اللي حاصل للفلويد، بيبدا يحصل ريفلكس جوه البروتينيال كافيتي فبتلاقي فيه. لكن في حاله ان انا ما لقيتش بروتينيال فلويد، ده ما يقدرش يبعد لك ان في بروتونايتس. لقيت خير وبركه وبتبدا تفحص وتشوف في التوتال ليكوسيتيك كاونت زي ما قلنا بتبقى عاليه، البروتين التوتال بروتين بيبقى عالي، تمام، النيتروفيل بيبقى عالي. ده الاماكن بتاع الابدومينال سنتيسيس. بالنسبه للبروتين قلنا في الدم بيبقى فيه هايبروتينيميا لانه بيتسحب ويروح في البروتينيال كافيتي، وبالتالي اثناء ما بتحصل البروتينيال كافيتي التوتال بروتين بيبقى زايد، لانه زي ما قلنا بيحصل له ريفلكس جوه مين؟ البروتينيال كافيتي زي ما قلنا في الباثوفيسيولوجي. دي الاماكن سواء اللي هي الكرينيال سايت والكودال سايت اللي انت بتبدا تفحص فيها او تعمل فيها ابدومينال سنتيسيس عشان تجيب عينه البروتينيال كافيتي. طبعا المايند ديتكتور اعتقد في دكاتره كتير بيبقى موجود عندهم دلوقتي، اللي هو المايند ديتكتور العادي اللي هو بتاع اللي بتشوفه في المولات والاماكن بتاع ده اللي هو المايند ديتكتور. لكن طبعا اعتقد برضو شفته في الكليه مع دكتور محمد او دكتور نجلاء الجزء ده او الهابتنر. تمام، عندنا جهاز هابتنر كويس، ده جهاز بيبقى سبيسيفيك قوي، مور سبيسيفيك، ان انت بتبدا تسمع حتى بالسماعه وتبدا الصوت وتبدا تشوف فيه الصوت بيبقى عالي قوي اثناء وجود المايند ديتكتور. طبعا المايند ديتكتور زي ما اخدته في العملي وبناكد عليه تاني ان هو ليه زي ما ليه مميزات انه بتشوف الفورم بودي، بس معيوبه ان انت لازم يكون الفورم بودي ميتال. طب افترض الفورم بودي ده مش ميتال، مش هتقدر تشوفه. التاني حاجه انه ما يقدرش يحدد لك هل ده بنتريتد ولا مش بنتريتد. تمام، فده من ضمن الديس ادفانتج بتاع الميتال ديتكتور او المايند ديتكتور. الحاجه الثانيه برضو ان هو لازم يكون حواليك الاريا اللي انت بتفحص فيها زي ما خدته في العملي فري من الاني ميتال، فما تعملش تفحص الحيوان في زناقه وتبدا تقول ده في فورم بودي موجود، او ان انت تبقى لابس ساعه في ايدك او اي حاجه ميتال او حزام وتقول ده في، فلازم ان يكون فري الاريا اللي انت بتفحص فيها من اي ميتال موجود. ده الديس ادفانتج بتاعته، ليه ديس ادفانتج كتير. تاني زي ما قلنا ما بيحددلكش النون ميتال اوبجكت، ما بيحددلكش ده بنتريتد ولا نون بنتريتد،
لازم دي بريكوشنز كتير ان هو يكون الاريا فري من الميتال. نيجي بقى على من حاجه من اهم الحاجات في الدايجنوز في التروماتيك كوبرنايتس اللي هو الراديوجرافي. الراديوجرافي يعتبر من اهم والمور امبورتنت تولز اللي انا اقدر افحص بيها الحاله اللي فيها تروماتيك ريتيكولوبرتونايتس، لان هنا عكس زي ما قلنا في المايند ديتكتور من شويه، هنا هيحدد لك الفورم بودي موجود، هل هو بنتريتد ولا مش بنتريتد، تمام، الريتيكولار وول فيه موجود ولا لا، هل من ضمن الحاجات برضو زي ما هنقول من ضمن البريفنشن انت بتستخدم المغناطيس، فبيعمل لك اسسمنت للمغناطيس، هل المغناطيس اللي انت اديته ده شال الفورم بودي اللي موجود ولا لا، فليه اكتر من فايده. فالراديوجراف من الحاجات المهمه جدا اثناء فحص الايه الدايجنوز بتاع التروماتيك ريتيكولوبتومايتس. ودي صور لحالات فيها مشكله تروماتيك ريتيكولوبتومايتس، يعني ده هنا الفورم بودي موجود وده هنا الفورم بودي موجود، السي ده اللي هو السلايد الثالث ده او السي بيبقى ده نورمال ريتيكولوم، لكن هنا شوف هنا ان انا زي ما قلت ممكن استخدم الراديوجراف في الاسسمنت بتاع مدى الكفاءة والإفشنسي استخدامي للماجنتيك بار اللي أنا استخدمه. نيجي على حاجة من الحاجات المهمة جدا والتولز اللي أعتقد في دكاترة بيطرين كتير جدا بقى معاهم السونار. السونار بقى مهم جدا إن أنت تحدد بيه الموتيليتي بتاع الريتيكولوم، تقدر تشوف فيه الابسيسيشن لو في ابسيسيشن في الريتيكولار وول، لو في ادهيجن، لو في افيوجن، تقدر تشوف فيه الايه الفورم بودي. هي بس فيها حته ديبيت هل تقدر تشوف الفورم بودي ولا لا، بالسونار بتبقى يعني في ديبيت شويه في الحته دي، لكن تقدر تشوف عمليه الادهيجن والابسيسيشن اللي موجود. زي ما احنا شايفين مع بعض هنا ده نورمال ريتيكولوم، تمام، وده رقم واحد ده اللي هو الابدومينال وول، والاثنين ده نورمال ريتيكولوم، لكن على النقيض لما بتبدا يحصل في الريتيكولوم اللي هو هنا زي ما انت شايف اللي هو رقم 4، بتلاقي فيه بقى في الرقم اللي هو زي ما انت شايف كده رقم 6، ده اللي هو الاكيوميليشن بتاع الفلويد نتيجه، و5 اللي هو الفايبرين ديبوزيشن اللي موجود. فبالسونار تقدر تفحص حالات التروماتيك ريتيكولوتونايتس، لكن يبقى صعب شويه ان انت تحدد الفورم بودي فيه. فطبعا المور دايجنوستيك اكتر بيكون الاكس راي. زي ما قلنا لو انا حبيت اعمل ديفرنشال دايجنوز للتروماتيك ريتيكولوتونايتس، واحد من اهم الحاجات اللي بتعمل لي كرينيال ابدومينال بين في الكاتل، وبالتالي لازم افرقها من الحاجات اللي بتعمل لي كرينيال ابدومينال بين. زي مين؟ طبعا نتيجه لوكال بيرتونايتس، اتفقنا لوكال بيرتونايتس، زي التروماتيك بيرتونايتس، زي البروفريشن ابوميزال السر، لو في ابوميزال السر وحصل فبيعمل لي لوكال بيرتونايتس، في الهيباتيك ابسس برضو اللي ممكن يعمل لي لوكال بيرتونايتس، طبعا حالات البلوريسي، حالات البريكاردايتس، حالات الاندوكاردايتس، ده الديفرنشال دايجنوز. لو بصينا على الجدول ده هتلاقي انا بقارن هنا التروماتيك ريتيكولايتس من مرضين مهمين جدا، الجدول ده مهم جدا عشان يفرق لك ما بين الابوميزال ديسبلاسمي زي ما هتكلم عنه شويه والتروماتيك بريكاردايتس المفروض انت تاخده في الكارديو فاسكولار. هنا اللي بيميز هنا ان في فيفر، فمثلا في الابوميزال ديسبلاسمي زي ما هنقول ما فيش فيفر، لكن البريكاردايتس بيبقى فيها فيفر، البين تيست بوزيتيف في التروماتيك ريتيكولايتس والبريكاردايتس، لان الاثنين في انفلاميشن موجود، وقلنا من الحاجات اللي بتعمل كرينيال ابدومينال بين البريكاردايتس، تمام؟ الهارت ساوند هنا بيفرق بقى لو زي ما هم شبه بعض كده التروماتيك ريتيكولايتس والتروماتيك بريكاردايتس، الفيصل هنا هل الهارت ساوند اخباره ايه؟ في البريكاردايتس هتلاقي اب نورمال هارت ساوند زي ما هنعرف بعد كده، لكن هنا الساوند بيبقى هنا موجود نورمالي. طبعا الحاجات اللي قلنا عليها برضو في البريكاردايتس لو تفتكروا في العملي الجاجرال بلسيشن بيبقى موجود في البريكاردايتس اكتر، الاوديما بتبقى مصاحبه للبريكاردايتس، الكيتون بوديز ده من ضمن الحاجات اللي هنعرفها في الابوميزال ديسبليسمنت، والتينكلينج او السبلاشنج ساوند او الجرجلنج ساوند اللي هو البينجنج بتاع الابوميزال ديسبليسمنت من الحاجات اللي بتفرق لك بقى الابوميزال ديسبليسمنت عن التروماتيك ريتيكولايتس والتروماتيك بريكاردايتس. فالجدول ده مهم جدا ان انت تعرف بيه الديفرنشال دايجنوزز بتاع الحاجات اللي تعمل لي الكرينيال ابدومينال بين، تمام. بعد ما عرفنا الباثوفيسيولوجي، ويمكن من الباثوفيسيولوجي عرفنا ان اللاين اوف تريتمنت بيبقى واضح شويه، فتعال نشوف اللاين اوف تريتمنت لحاله فيها شخصت اللي فيه تروماتيك ريتيكولوبرتونايتس. بحاول على قد ما اقدر اعمل انيمال امبوليزيشن بثبت الحيوان،
تمام، على قد ما اقدر ان انا بربطه واثبته لمده اسبوع ولا اسبوعين انتي بكتيريال، عشان ده في مايكرو اورجانيزم، فبالتالي ان انا بدي انتي بكتيريال في بين، فبدي بين كيلر، في انفلاميشن، ده البيرتونايتس قلنا ده انفلاميشن، فبدي حاجات انتي انفلاماتوري. زي ما قلنا ان في عندك في هايبو كلوريميا، في هايبو كاليميا، في ميتابوليك الكالوزيس نتيجه الالياس، باكد تاني نتيجه الالياس، وبالتالي يبقى انت لازم في الحاله دي المصاحب طبعا للتروماتيك اوتوماتيك نتيجه السكريشن زي ما قلنا بتاع الكاتاكولامين، بنبدي فلويد ثيرابي للحيوان عشان اعوض القصه دي. تاني حاجه اللي هي ان انا الحل اللي هو يعتبر فعال جدا بقى ان انا اعمل رومونوتومي زي ما اعتقدوا مع اساتذتنا في الجراحه، الرومونوتومي او حتى ما يسمى التمبرري رومونوسوتومي. الفرق هنا الرومونوتومي ان انت بتفتح فتح سيرجيكال كامل، الرومونوسوتومي اللي هو زي ما مشهور قوي الفيستولا، ان انت تحط فيستولا وتبدا تشيل وتحط وتعمل، بتبقى لها فايده مهمه زي ما هتاخدوها في الجراحه. ده اللاين اوف تريتمنت بتاع التروماتيك اورتيك روبرتونايتس. هنا زي ما قلت انا بثبت الحيوان من اسبوع لاسبوعين، بحاول اربطه. من الحاجات المهمه قوي حاول تعلي رجله القدمانيه عشان يبقى باك كده، وبالتالي مفيش نتيجه البريجر مثلا في الليت ستيج من البريجنانسي، زي ما قلنا ان جرافيتي يوترس بيبقى ضاغط لي على عامل زي البندولوم وبضاغط لي، فبحاول ارفع رجل الحيوان 35 سم قدام، تمام، عشان بتساعد ليه. نقطه مهمه قوي ان بعمل امبرزيشن الحيوان بساعد ان ما يحصلش فيه امبرنتريشن تاني للفورم بودي لو في فورم بودي تاني. تاني حاجه مهمه قوي ان انا بعمل بساعد في عمليه الادهيجن، ان يحصل فيه ادهيجن وخلاص الليجون يبدا يخلص. يبقى ليه ببدا اعمل ارفع الفرونت فيت بتاع الحيوان؟ عشان ان انا بساعد في الفورميشن بتاع الادهيجن، ودي نقطه مهمه قوي. الحاجه الثانيه الرافج شود بي ريديوسد، دي بقى عايز حد كده ايه يقول لي ليه بقلل الرافج على قد ما اقدر. لو حلق ان انا سوسبكت او شخصت ان هي دراماتيك تروماتيتس بقلل الرافج على قد ما اقدر. طيب مش احنا قلنا ان رافج من الحاجات اللي بتساعد عمليه الرومينيشن، بتساعد عمليه الرومينال كونتراكشن، وبالتالي انا على قد ما اقدر عايز في لحد ما اتخلص من الفورم بودي ده ابدا ان انا اقلل شويه الرومينال كونتراكشن، فالرافج بتساعد في عمليه الرومينيشن والرومينال كونتراكشن. فهنا ليه بقلل الرافج؟ وده سؤال مهم، نتيجه ان انا عايز اقلل الرومينال كونتراكشن شويه عشان ما يحصلش بنتريشن للفورم بودي فيرزر بنتريشن. طبعا الانتي بكتيريا زي ما اتفقنا، والانتي بايوتكس من الحاجات المهمه جدا، من الحاجات اللي هي شغل كتير عليها ان هي بتدي نتائج التتراسايكلين، تمام، او حتى اللي هم الحاجات اللي هي مجموعه البيتا لاكتام زي البنسلينز، تمام، ومن الحاجات اللي هي يعتبر الدراج في تشويس للحالات اللي لو انا شخصت روماتيك تروماتايتس. على ما يبقى في ان شاء الله وقت معانا يبقى في سماح شويه ان احنا نتكلم على الانتي بايوتكس بالاستفاضه، ده جداول لمجموعات الانتي بايوتكس والامثله بتاعتها اللي موجوده. بس احنا قلنا زي ما قلنا المور سبيسيفيك اكتر، واللي في الحالات بتاع التروماتيك تروماس لان بعالج لفترات طويله شويه اكتر من اسبوع عشان ابدا اعمل اقلل الانفلاميشن اللي موجود، فبتتراسايكلين وطبعا تتراسايكلين يعني موضوع الريزيستنس بقى كتير منه، لكن الحاجات المور ادفانسد بتاع البيتا لاكتام بقت من الحاجات المهمه. زي الامبسلين بقى زي الاموكسلين من الحاجات اللي بقت لها دور مهم جدا. انا بس بستعرض معاكم المجموعه بتاع الانتيبيوتيك لحد ما ان شاء الله يبقى نتكلم عنها باستفاضه بعد كده. طبعا زي ما قلنا ده انفلاميشن، فلازم ادي بين كيلر، ادي انتي انفلاماتري عشان اتخلص من البين اللي موجود اللي زي الاسترويدال والنون استرويدال انتي انفلاماتري، تمام. دول بس في معلومه مهمه قوي عشان ان انا طبعا اتخلص من التوكسيميا اللي موجوده زي حاجه زي الفنادين، من الحاجات اللي بتخلص من التوكسيميا بشكل كبير جدا، او فينوكسين موكلومين، بقلل البين، بقلل الانفلاميشن، بعمل ليميت للفايبرين ديبوزيشن، بساعد على عمليه الادهيجن، تمام. بس في معلومه مهمه هنا ولازم اخد بالي، تيك كير، لو انت الحيوان في حاله اللي هو فيه هايبوفولوميك شوك او الحيوان شوك، تمام، حاول على قد ما تقدر
ان انت الميديكيشن بتاع النون سترويدال والتتراسيكلين لان بيأثر لي على الكدني، فحاول دي معلومه مهمه ان انت تاخد بالك تكير من الحاجات دي. تاني اثناء لو انا شايف الحيوان شوب ابعد عن التتراسيكلين والنون سترويدال انتي انفلاماتوري لان ممكن تعمل لك مشكله في الكدني. ده برضو الامثله بتاع الانتي انفلاماتوري دول الكورتيكوسترويدز اللي منها طبعا المشهور الديكساميثازون البرودنزولون، تمام، ودول المجموعه بتاع الانالجيسك والنون سترويدال طبعا اللي منهم الفلونوكسين الهيموجلوبين في منهم الملوكسكام، تمام، ده كاشهر انواع موجوده اللي هي كانت بتستخدم كانتي انفلاماتوري. انا بعمل ليميت للانفلاميشن وبين كيلر استخدمه عشان البين اللي موجود في الحيوان. طبعا زي ما قلنا قبل كده ده الفينادين او فينوكسين ميجلوبين سنتي لكل 45 كيلو. دوزز يا دكاتره انا يعني مش من النوع اللي مش عايزك تحفظ الدوزز، خلاص لو انا هجيب لك حاجه او كده فانا هديك الدوز بتاعته تحسب مفيش مشكله، انت في الفيلد يعني قدامك البامفلت بتبدا ترجع له مع الخبره الحاجات دي كلها بتيجي. يمكن احنا شفنا السلايد ده قبل كده للانتي انفلاماتوري اللي انا استخدمها كانتي انفلاماتوري في حاله زي هنا. يمكن انا استعرضناهم في لو تفتكروا في الاكيوت كلينيكال اسيدوزيس، لكن دورها اهم اكتر كمان كانتي انفلاماتوري. طبعا زي ما قلنا الكرش بيبقى واقف، بحاول زي ما قلنا ان انا بعد ما تخلص من الفورم بودي او عملت رومنوتومي وشلته فانا عايز اشغل الكرش تاني نتيجه الاليس اللي موجود، فببدا ادي الانجكتبل برومنوتوركس زي ما اتفقنا قبل كده زي البيكاي بار او زي الكنوبتين الكلام ده ان انا اتخلص بس من الفورم بودي الاول. الجينابيل زي ما اتفقنا قبل كده زي الميلوبيتون شفنا الحاجات دي كلها. تاني اكيد بعد ما تحاول انت تعمل يعني ما تخلص من الفورم بودي تدي مغناطيس وتتخلص منه. ده الميلوبيتون. نيجي بقى الحيوان خلاص انا الحيوان بدا يقف على رجله، ابدا ادي بقى اللاكسيتيف الانتي اسيد الرومونوتوركس اللي هو الباودر اللي احنا اتفقنا عليهم قبل كده، المجموعات اللي اتكلمنا عنها ويمكن شفناها اكتر في كل المحاضرات معانا، بس الحاجات دي زي ما اتفقنا وباكد عليها بلجا لها امتى؟ بعد ما الحيوان بيبقى واقف على رجله، مش من اول المرض ان انت الحيوان في فيفر وتبدا تدي الحاجات دي. انا بحاول استعرض معاك معظم ايه اللي انت ممكن تديه في الحاله اللي قدامك او التروماتيك التيكروتونايتس او الهاردوير ديزيز. طبعا بحاول ادي زي جيناتونكس اللي اتفقنا من الحاجات اللي بتعمل تاثر لي على رومنال كونتراكشن الكالسيوم، فبالتالي لو قدرت ادي كالسيوم يبقى بشكل كويس تمام. انا قبل كده هدي الادويه اللي ممكن تستخدمها كسورس للكالسيوم. طبعا من الحاجات المهمه جدا 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 زي ما قلت وانا باكد عليها تاني على قد ما تقدر ان انت في الفيلد تقدر تستخدم الرومنال ترانسفينيشن، بس بشرط زي ما اتفقنا يكون الحيوان من نفس المجموعه، الحيوان بياكل نفس الاكل. الحاجات دي اقوى من اقوى الرومنوتوركس ان انت بتعمل ريفريشمنت الرومنوسون ان انت بتبدا تعمل فيستلا فتبدا تدي للحيوان، تمام، فدي من الحاجات المهمه جدا ان انت تعمل رومنال ترانسفينيشن. زي ما قلنا ترانسفيرنيشن لازم يكون المجموعه من نفس المجموعه، الاكل واحد عشان الميكروبيوتا او الميكروبيال دايفرستي اللي موجوده في الرومن تبقى واحده. طبعا المانجمنت او البريفنشن ان انا بحاول ان انا ادي بروفلاكسز اللي هو الماجنتيك بار زي ما اتفقنا، تمام، ده بقى مانداتوري بريفنتيف هيرد هيلث، يعني بقى شيء مهم جدا اجباري في ان انت بتعمل هيرد هيلث ان انا من اول من عند عمر 12 شهر يعني سنه او سنه ونص ابدا ادي المغناطيس. في معلومه هنا بس مهمه، انت بتبقى زي ما قلنا اول ما بتدي المغناطيس بيسقط في الرومن وبعد كده بيتحول للروتيكولم عن طريق الرومن روتيكولار كونتراكشن زي ما اتفقنا،
تمام. وبالتالي لو انت دي ملحوظه ومعلومه وادفايس مهم جدا، لو شايف الحيوان فيه الهيمولاستاسيس اجل شويه فكره الايه المغناطيس لحد ما يحصل فيه الرومنتم. وبالتالي لو اف رومن از ريمين ستاتكس ماشي، الماجنتيك ماجنت بار ويل موف انتو ريتيكولم تو جراسب وهولد فورم بودي. الكلام ده لو الرومن بيعتمد على الرومنال كونتراكشن. وبالتالي دي ادفايس لو انت شايف في كومبليت رومنال ستاسيس حاول توقف شويه وطريقته اكتر كبريفنشن. لكن تريتمنت يعتبر هو زي ما قلنا الرومنوتومي او الرونسوتومي، اللي انت تبدا تفتح تعمل رونسوتومي وتبدا تطلع الفورم بودي، ده المور افكتيف تريتمنت. فبالتالي الماجنتيك بار انا بعتمد عليه اكتر كبريفنشن مش تريتمنت. طبعا ده الماجنتيك بار بيستخدم من 1950، كان بيبقى حجمه صغير الاول، بعد كده بدا يكبر شويه عشان حجم الفورم بودي لو كبيره شويه. المفروض ان انا بعمل اسسمنت افيكاسي للماجنتيك افيكاسي عن طريق ان انا استخدم الاكس راي واشوف زي ما شفنا في الصور اللي شفناها مع بعض هل في حصل فيكسيشن فورم بودي ولا لا. بس طبعا ده هل عندك ليميت للمكان اللي انت فيه اكس راي ولا لا. ده طبعا شكل البار الماجنتيك بار والجن اللي انا بدي بيه الايه، وده بقى افيلبل في كل مكان. وزي ما قلت ان بقى حاجه مهمه جدا لازم تستخدم الماجنتيك بار كبريفنتيف ميجر في اي هير. هنبدا دلوقتي نتكلم عن مجموعه من الامراض المهمه الثانيه اللي هي بتصيب الفول ستومك، وهي مخصوصه بالمعده الرابعه او ما يسمى ديزيز اوف ابوميزم. الديزيز الابوميزم هي مجموعة من الأمراض اللي بتصيب الابوميزم، بتحصل نتيجة مشكلة في المعدة الرابعة أو ما يسمى الابوميزم. في إن هو أشهرهم إن يحصل ديسبليسمنت، الرايت ديسبليسمنت أو الليفت ديسبليسمنت أو الأنتيريور ديسبليسمنت. في مجموعة بتحصل في العجول أكتر اللي هو الابوميزال امباكشن، وده نتيجة دياتري بروبلم في العجول. ممكن الموضوع الديسبليسمنت ممكن يحصل بعد منه ابوميزال فولفوس. الميزم زي ما شفنا السلايد ده قبل كده ان هو عباره عن اللي هو التروستومك الجراندولستومك اللي بيطلع البيبسين اللي بيكسر البروتين، البي اتش بتاعه بيكون 2. قلنا ان قبل كده ان بيبدا يحصل فيه سكريشن للرنين، ده بيكون في الاعمار في العجول الصغيره عشان هو ده اللي بيكسر الكازين اللي هو بروتين اللبن عشان العجل يستفيد من البروتين. ده جدول بيوري لك ايه الفرق ما بين الابوميزم والعجل، بيعتمد في الاول على الابوميزم، عشان كده قلنا الابوميزال امباكشن بتبقى موجود اكتر في مشاكل العجول، وازاي بيحصل تدريجيا ان الحيوان بيبدا يتحول من مونوجاستريك انيمال لرومننت انيمال. المفروض ان ده بيكون التارجت بتاع المزارع او المربي انه يوصل في اسرع وقت ممكن انه يوصل من الحيوان من مونوجاستريك انيمال لرومننت انيمال. طبعا عارفين ان في حاجه اسمها الاسوفيشال جروف، ده بتبقى في العجول، العجول دي الاسوفيشال جروف ده بتتقفل زي قناه كده سبحان الله، بتبدا تقفل مع وجود اللبن. اول ما الحيوان يعمل ساكلينج بيبدا يقفل الاسوفيشال جروف ويبدا يمر اللبن، يبدا يخش على الابوميزم ما يعديش على الرومن، لان لو نزل في الرومن بيحصل فرمنتيشن وبيحصل مشاكل. سبحان الله الحيوان لما بيجي يشرب ميه، الميه اللي بيحصل اوبننج للسوشيال جروف ده بينزل في الكرش، وده الميه مهمه جدا عشان يعمل الميكروبيال استابلشمنت للرومن عشان يبدا يحصل نمو للكرش بسرعه. لو بصينا هنا حجم الابوميزم في نيولي بورن كاف بيبقى 40%، في المقارنه للادلت سايز بتاعه بيكون 11%، وبالمقارنه بالرومن يكون 25%، في نيو بورن كاف يوصل ل 80%. ده الجراف بيوري لك قد ايه ان حجم الابوميزم بيبدا يقل زي ما اتفقنا لحد ما يوصل ل 11%. ده برضو جراف بيوري لك تدريجيا، يعني مثلا فيرست ويك من الاسبوع الشهر الثاني الثلاث الاربع شهور والماتيوريتي. وهنا ده بس دي الصوره دي مهمه قوي ان قد ايه بالفرق ما بين، خد بالك الصوره دي لثلاث العجول مجموعه من العجول هي نفس الاعمار، بس انت شايف ايه غير بي غير سي،
طبعا بي هو بيكون التارجت بتاعنا، انا بقى عايز احول الكرش من مونوجاستريك انيمال لروماننت انيمال بابلي، وبتبقى واضحه جدا عن طريق ان انا بستخدم الدراي فيد. الدراي فيد ان انا ببدا استخدم دراي فيد واستخدمها كسبستريت مع الميه، بيحصل فيه بكتيريا، بيحصل فيه على طول الميكروب فرمنتيشن، فيبدا الحيوان يتحول من خلال شهرين لثلاثه انا وشطارتي ان انا اوصل للماتيوريتي واوصل للشكل ده. عشان قلنا كل ما البابلي تزيد كل ما الابزوربشن كاباسيتي بتاع الفولاتيل فاتي اسيد. ده يعني ده بس جراف كده بيوري لك قد ايه التارجت لما انت بتوصل لنمو سريع للافريج اللي هو الافريج ديلي جين. اللبن بتاع اول ولاده لو دي هيفر بتربيها، يعني ده عجله صغيره بتربيها، كل ما الافريج ديلي جين بتاعها بيزيد اكتر لو قارنته ب 100 جرام بالدي في جروس. تمام، اول حلبه من الحيوانات دي اللبن بتاعها بيزيد بمقارنه 225 كيلو جرام زياده. تمام، فبالتالي ده الافريج ديلي جين، في كورليشن موجود اهوت، كل ما الافريج ديلي جين يزيد كل ما الميلك برودكشن يزيد. وده مهم قوي في المزارع، الناس اللي بتشتغل في المزارع ان هو يوصل للعجول اللي عنده من مونوجاستريك انيمال لرومننت انيمال في اسرع وقت. طبعا بيبقى في ديبيت كبير، هل نستخدم هاي، هل نستخدم فايبر اساتذتنا في التغذيه. الكونسنتريت او الدراي فود بيبقى اكتر، لان اللي بيساعد في عمليه الجروث زي ما اتفقنا قبل كده، ولما نفتكر الفولاتيل فاتي اسيدز اللي هو البيوتيريك اسيد، واللي بيكون له دور مهم جدا في الديفلوبمنت بتاع الرومنال بابلي. طبعا الابوميزم قلنا بيكون موجود من زي ما خدته في العملي، من الربس السابع للربس ال 11 على رايت سايد في الابدومنال فلور زي ما احنا شايفين كده. تمام، بيبقى موجود بعد الاوميزم اهوت الاوميزم، وبعد كده الاكل بعد ما زي ما اتفقنا في البرايمري كونتراكشن، بعد ما بيطلع ويبدا يخش الروتيكولا نعمل النيجاتيف بريشر ويتسحب على الاوميزم، المفروض الاكل بعد كده يتسحب من الاوميزم يروح للابوميزم. ده الاوميزم ومكانه برده من الريبس السابع لل 11 بيكون انتيريوري للرومين. السايد بتاع الابوميزم قلنا من الريبس السابع لل 11 في الابدومنال فلور، واعتقد شفتها في العملي. تمام، البيلورس بتكون عند الريبس او ال 11 او ال 12. تمام، قلنا البي اتش بيكون ب 2 بتاع الابوميزم. نيجي على اهم مشكله من مشاكل الابوميزال ديزيز اللي هي الديسبليسمنت او انقلاب المنفحه، زي ما الكلاينت بيقول عليها او الاونر بيقول لك ده البقره عندها انقلاب في المنفحه. هي مجموعه من المشاكل اللي بتحصل في الادلت انيمال ليها فورمز كتير، في ليفت اب ميزال ديسبليسمنت، ان الابوميزم بيبقى موجود ما بين الليفت ابدومنال وول والليفت والرومن، ممكن يبقى موجود كرايت رايت ابوميزال ديسبليسمنت على الناحيه اليمين ما بين الليفر وما بين الرايت ابدومنال وول، ممكن يبقى انتيريورلي شويه موجود قدام عند الليفر والرايت ابدومنال وول. فده الثلاث انواع للديسبليسمنت، ده زي ما هنعرف دلوقتي ازاي بيحصل كل نوع فيه. المرض في الغالب الابوميزال ديسبليسمنت بالاخص الليفت الابوميزال ديسبليسمنت بنتكلم عنه، بيحصل خلال فيرست 6 ويك من اللاكتيشن بعد الولاده، وهنعرف دلوقتي يعني ممكن احنا بنتكلم على اوتوماتيك توكوبرنايتس، قلنا ان بيحصل في الليت ستيج او الليت تريمستر بتاع البريجنانسي، لكن هنا ده بيحصل بعد الولاده، بيحصل في البلوري بيروس كاوز يعني اللي ولدت اكتر من بره، ده بيكون فيها الانسيدنس اعلى. هل بيحصل في العجول؟ مش كتير، لكن ممكن يحصل في العجول، وشفناها قبل كده في حالات جات الكليه، وبيبدا يحصل في عجول وحتى في ميلز، بس كان رايت ابوميزال ديسبليسمنت وكان مصاحب ليه وعملنا له دايجنوزيس واتعمل له عمليه جراحيه بعد كده، وكان في فولفولاس كمان. نيجي على الاتيو باثوفيسيولوجي، عشان نفهم الباثوفيسيولوجي بتاع الابوميزال ديسبليسمنت لازم شويه تبقى ملم بعمليه المانجمنت في المزارع. زي ما اتفقنا الابوميزال ديسبليسمنت هو مشكله موجوده اكتر بالاخص الليفت ابوميزال ديسبليسمنت في مزارع الديري، بيحصل بعد الولاده خلال 6 اسابيع من الولاده. طيب ايه اللي بيحصل اثناء وايه اللي بيخلي الابوميزال ديسبليسمنت يحصل؟
اولا الابوميزال ديسبليسمنت هو واحد من مجموعه بتسمى البرودكشن ديزيز. البرودكشن ديزيز دي هي مجموعه بتحصل نتيجه مشاكل في المانجمنت في المزرعه، بتحصل اثناء فتره حاجه اسمها ترانزيشن بيريود، هنعرف ايه دلوقتي، بتبقى تيبيكال لمشاكل الميتابوليك ديزيزز مالتي فاكتوريال ديزيزز. زي ما نعرف دلوقتي مفيش، ما تقدرش تمسك سبب واحد تقول ان ده هو السبب للابوميزال ديسبليسمنت. يعني احنا قلنا في الليفت ابوميزال ديسبليسمنت، اسف، التروماتيك ريتيكولار بروتونايتس، هو فورم بودي دخل وعمل بنتريشن ريتيكولار وول ودخل على البروتينيه وعمل بروتونايتس، بس ده سبب، ماشي، في بريسبوزنج فاكتور، لكن ده السبب الرئيسي ان في فورم بودي. تمام. الامباكشن ان في عندك الحيوان كل كربوهيدرات كتير، لكن حدوث الابوميزال ديسبليسمنت هو مالتي فاكتوريال ديزيز. هنعرف زي شوف سلايد دلوقتي يوريك اسباب كتير جدا ممكن تخلي لك ان يحصل فيه ابوميزال ديسبليسمنت. الامراض دي بتبقى مصاحب دايما بانفكشوس كوزيس ونيوتريشنال ديزيزز موجوده معاها وبتؤدي الى الابوميزال ديسبليسمنت، طبعا زي الانفيرتيليتي والماستيتس واللمبس. في مزارع دايما بيهتموا بمرحله اسمها ترانزيشن بيريود. الترانزيشن بيريود ده لو افترضنا ان ده الزيرو دي بتاع الكافينج، وده شهرين قبل الولاده، تمام، وده الشهر بعد الولاده، بنهتم قوي بالمرحله بنسميها الترانزيشن بيريود، 3 ويكس قبل الولاده و3 ويكس بعد الولاده، يعني 21 يوم قبل الولاده و21 يوم بعد الولاده، 3 اسابيع قبل و3 اسابيع بعد، ده بيسموه الترانزيشن بيريود. ده دايما الناس اللي هتشتغل ان شاء الله وتتخرج وتشتغل في مزارع او زمايلنا الطلبه اللي شغالين في مزارع بيهمهم قوي المانجمنت في الفتره بتاعه الترانزيشن بيريود دي. في ناس بتوصلها ل 90 يوم، لكن كل الكلاسيفيكيشن حاليا ان هي بدات اللي هي بتقتصر على 3 اسابيع قبل الولاده و3 اسابيع بعد الولاده. طبعا ده مسمى الكلوز اب والفريش كاوز، دول بيستخدموا في المزارع عشان يحدد الفتره الفار اوف، وبعد كده الثلاث اسابيع اللي هم قبل الولاده على طول بيسموهم كلوز اب دراي كاو، وبعدين فريش كاو اللي هم الثلاث اسابيع بعد، والايرلي لاكتيشن لحد بدايه الشهر. طبعا البرودكشن دي زي ما قلت هي مجموعه بتتقسم لمجموعتين، مجموعه لها علاقه بالمينرالز بروبلم ومجموعه لها علاقه بالانرجي بروبلم. المجموعه اللي لها علاقه بالمينرالز اشهرهم طبعا الميلك فيفر او الهايبوكالسيميا والريتيند بلاسينتا والاذر اوديما. الانرجي ريليتد ديزيزز لها علاقه وطبعا زي الكيتوزيس والفات ليفر، ومنهم طبعا الابوميزال ديسبليسمنت. بالك برضو هنعرف دلوقتي الابوميزال ديسبليسمنت ليه قصه مع الكالسيوم، هنعرفها دلوقتي، بس دي المجموعه بتاع البرودكشن ديزيز. ايه اللي بيخلي الابوميزال ديسبليسمنت يحصل بعد الولاده؟ يعني احنا قلنا بيحصل خلال 6 اسابيع بعد الولاده. ليه؟ الفترة بتاع الترانزيشن بيريود دي زي ما اتفقنا هي فترة تشالنجنج، بيبقى الحيوان فيه داخل في مشاكل كتير. يعني مثلا لو افترضنا ان ده البري كافينج وده الكافينج وده البوست كافينج، كل فترة من الفترات دي الحيوان بيبقى عايش في 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 مشاكل وتشالنج. اللي يهمنا احنا في الابوميزال ديسبليسمنت ان قبل الولادة، تمام، الحيوان بيبقى معتمد في اكله معظمه على الرافج والكونسنتريت بيبقى قليل، لان اللو دراي ماتر انتيك بيبقى نورمالي، بيبقى البقره الاكل بتاعها دراي ماتر انتيك بتاعها بيقل، الرومن كاباسيتي بيقل. ليه الرومن كاباسيتي بيقل؟ وده ليه علاقه جدا بالباثوفيسيولوجي بتاع الابوزيل ديسبليسمنت، حجم الرومن بيقل لان ضاغط عليه مين؟ اليوترس، الجرافيد يوترس ضاغط عليه فحجم الرومن بيقل، والابزوربشن كاباسيتي بتاع الرومن بتبدا تقل لدرجه زي ما انتم شايفين 50% لوس للابزوربشن كاباسيتي بتاع الرومن. بعد الولاده البقره بتبدا تخش، اللي يهمنا هنا في الميزال ديسبليسمنت طبعا في ستريس وايميونتي بتقل، لكن يهمنا الاكيوت كالسيوم ديموند، محتاج كالسيوم بكميات كبيره عشان الكولوستروم والميلك. بعد الولاده بيبدا انت بتغير الاكل ليه في المزارع لهاي كونسنتريت، اتفقنا قبل الولاده بيبقى رافج، انت بيبقى هاي كونسنتريت. طبعا بتزود بيحصل فيه سلو رايس لدراي ماتر انتيك. طب ايه اللي يهمني هنا؟ احنا حاجتين هنا او عايزين ناخد مجموعه من حاجات، ان قبل الولاده بيحصل دروب في الدراي ماتر انتيك والرومن بيكون حجمه قليل، الكباستي بتاع الابزوربشن بتاعته قليله، الكالسيوم بعد الولاده الدوموند بتاعه بيبدا يزيد، فبالتالي بيحصل فيه هايبوكالسيميا وتدي كونسنتريت. خلاص دول الثلاث حاجات انا عايز اعرفهم.
ده طبعا بيوري لك قد ايه بيحصل دروب في الدراي ماتر انتيك بعد الولاده زي ما انتم شايفين كده. يعني الـ 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 مثلا البقره اللي هي بتاخد 12 كيلو دراي ماتر انتيك 21 يوم قبل الولاده، يوم الولاده بيحصل فيه دروب ل 8 و7. تخيلين الدروب بيحصل ازاي؟ دروب في الدراي ماتر انتيك ده طبيعي بيحصل، تمام؟ الكالسيوم قلنا ان هو من الحاجات اللي بتاثر لي على حدوث مين الاجهزه الديسبليسمنت. فمثلا قلنا ان بيحصل فيه دراماتيك نيد للكالسيوم بعد الولاده، فبالتالي الحيوان ممكن يخش في مرحله الهايبوكالسيميا حتى لو صاب كلينيكال هايبوكالسيميا. طيب ايه اللي يهمني هنا؟ يهمني ان لما بيحصل الكالسيوم محتاج للماسكر فانكشن، فبالتالي ايه اللي بيحصل له علاقه بيه؟ ان الرومن والموتيليتي والابوميزم محتاج كالسيوم عشان يعمل كونتراكشن. فاكرين لما قلنا من الحاجات اللي بتعمل كلينيكال رومنال استاسيس اللي هو الهايبوكالسيميا اللي بتعمل بلوكج للموتور اكتيفيتي بالظبط، فبيقل الفيد انتيك والنادرال ماتر تيك بيقل، الرومنال فيل بيقل، فبيحصل ابوميزال ديسبليسمنت. طب ده ادابتيشن، الحاجات اللي بتحصل بعد الولاده ان المفروض حجم الكرش بيبدا يزيد تدريجي، تمام؟ طيب ما نتخضش من الشكل ده، انا بس عايزكم يعني مجرد معلومه تشوفوه بس، مش مطالب ان انت تبقى عارفه، لكن انا عايز اقول لك بس قد ايه ان المالتي فاكتوريال كوزز اللي بيحصل نتيجه عشان الابوميزال ديسبليسمنت، في مالتي فاكتوريال كوزز بتحصل. يعني ايه؟ في حاجات لها علاقه بالاكل، لها علاقه بالحيوان، لها علاقه بالانسان، باللي انت بتشوف البقره بتتابعها بالمانجمنت، تمام؟ عشان كده قلنا هو واحد من البرودكشن ديزيز، تمام؟ فدي الحاجات، حاجه اسمها فيش بون او ايشيكاوا دايجرام للحاجات اللي هي مسؤوله عن حدوث الابوميزال ديسبليسمنت قبل الولاده، اللي هم 3 ويكس قبل الولاده، اللي هو الكلوز اب كام، كلوز اب دراي كام. شايفين؟ مجرد بس انا عايز اوريك عن ايه العمليه معقده جدا. ده الحاجات اللي بتسبب حدوث ابوميزال ديسبليسمنت المالتي فاكتوريال كوزز بعد الولاده، تمام؟ مش عايز اخش في تفاصيلها قوي، لكن عايز اوري لك قد ايه ان هي مالتي فاكتوريال كوزز او مالتي فاكتوريال ديزيز بتحصل نتيجه مشاكل كتيره جدا. لكن تعالوا نلخصها مع بعض كده ببساطه. في حاجات لها علاقه قبل الولاده، اتفقنا ان الدراي ماتر انتيك بيقل، فاكرين؟ قلنا الابزوربشن كاباسيتي بتاع الرومن بيقل، حجم الرومن بيقل، اليوترس بيبقى ضغط على الرومن شده من مكانه، يعني نتيجه ان الرومن بيبقى اليوترس كحجمه كبير بيسحب الرومن على ناحيه الرايت ميديال لاين، فبيبقى في فاصل في الوقت ده ما بين مين ومين؟ ما بين الليفت ابدومينال وول، تمام؟ وما بين الرومن، لان الرومن حجمه قل فبدا يتسحب، بقى في مكان فاضي، ماشي؟ خلي بس المعلومه دي في دماغنا دلوقتي، تمام؟ يبقى اليوترس بيبدا يعمل لي رومن ليفتد من المكان بتاعه بيسحبه، فبيبقى في حاجه فاصله او مكان فاضي ما بين الليفت ابدومينال وول والايه والروم. طبعا زي ما قلنا في الوقت ده الرومن حجمه قل، الدراي ماتر انتيك قلت، الفتره بتاع الولاده اللي بعد الولاده ده الحيوان بيبقى معرض لامراض كتير، منها ماستايتس، مترايتس، هايبوكالسيميا، الامراض دي كلها بتزود الانسيدنس بتاع حدوث الابوميزال ديسبليسمنت، تمام؟ ده بعد الولاده طبعا قلنا في هايبوكالسيميا، اتفقنا ان الكالسيوم ديموند الاكيوت كالسيوم ديموند بعد الولاده بيبقى في تخليق الكوليستروم وبعد منه الميلك بيحصل فيه اتوني في مين؟ في نتيجه بارتونريسيس او حتى اللي هي بارتونريسيس ده الاكيوت فورم بتاع الميلك فيفر، لكن ممكن يحصل في السب اكيوت فورم، تمام؟ او السب كلينيكال بارتونريسيس، تمام؟ او بيسموها هايبوكالسيميا، سب كلينيكال هايبوكالسيميا، تمام؟ زائد في نقطه مهمه انا قلتها من شويه، انا حولت الاكل، فاكرين لما قلنا بعد الاكل يتحول من رافتش قبل الولاده لايه؟ بالظبط لكونسنتريت. طب الكونسنتريت ده هيطلع ايه؟ هيطلع فولاتايل فاتي اسيدز. طب فولاتايل فاتي اسيدز دي لما تطلع والكرش واقف المفروض يحصل لها ابزوربشن، عمليه ان هي الايفاكويشن بتاعتها والابزوربشن بتاع الفولاتايل فاتي اسيدز اما معتمد عليه على الرومنال كونتراكشن. طب الرومن واقف وحركه الرومن واقفه عشان الكالسيوم قليل، فايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكيوميليشن للاسيدز واكيوميليشن للجازز، الاسيد هيقلل البي اتش، تمام؟
كل ده فاكرين ندخل الامور كلها ببعضها هي بالنسبه للامراض تمام. فايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتجمع غازات الابوميزم في الوقت ده نتيجه الهايبوكالسيميا اللي حاصله، الابوميزم واقف تمام، مفيش كونتراكشن فيه نتيجه الهايبوكالسيميا اللي حاصله، ونتيجه ان انا اديت كمان فولاتايل فاتي اديت كونسنتريت كتير، فحصل برودكشن لفولاتايل فاتي اسيدز كتير، حصل برودكشن لمجموعه من الجازز، والجازز قلنا المفروض ان يحصل لها اركتيشن. طب دلوقتي الرومن واقف، فيحصل مجموعه من الجازز دي هتمتد على مين؟ على الابوميزم تمام، فيحصل له جاز اكيموليتد في الابوميزم تمام، فهيبقى شكله ايه؟ بالون شيب، بالون شيب بقى حجمه كبير منفوخ بالغازات، عايز يمتد، عايز يمتد. تعالوا بقى نفتكر، قلنا لنتيجه ان الرومن اتسحب ناحيه الرايت الرايت ميديال لاين، في بقى في جاب او في مسافه فاضيه ما بين الليفت ابدومينال وول وما بين مين بالظبط؟ ما بين الرومن. فهيبدا نتيجه ان هو بالون بيبدا يحصل له اوكسيتنشن ويتنفخ ويبدا يتسحب ويروح الليفت سايد. فبالتالي نتيجه البالون اللي اتكونت دي لو هو راحت اتجمع او لقى مكان فاضي في ناحيه الرايت هيبقى بسميه رايت ابوميزال ديسبليسمنت، لو راح ناحيه الشمال هسميه ليفت ابوميزال ديسبليسمنت، والليفت ابوميزال ديسبليسمنت بيبقى المور كومن فورم بتاع من الابوميزال ديسبليسمنت تمام. كده واضحه؟ يبقى انا عندي مالتي فاكتوريال كوزيس كلها اتجمعت، حيوان دراي ماتر انتيك قليل، حيوان كان كونسنتريت، يعني ايه كونسنتريت؟ يعني فولاتايل فاتي اسيدز برودكشن، يعني في الحيوان برضو فيه هايبوكالسيميا، كل ده هيؤدي الى اكيموليشن الجازز في الابوميزم، فهيلاقي المكان. نفهم برضو نركز على ان الابوميزم مكانه الرومن ساب مكان فاضي ما بينه وما بين الليفت ابدومينال وول، فممكن الابوميزم يروح فيه. هنا الفاكتور زي ما قلت لكم ان في عندك مشكله في اتوني في الابوميزم عشان يتجمع الغازات فيه، زي ما قلنا الكونسنتريت انت حاولت بعد الاكل الكونسنتريت، الامراض زي الهايبوكالسيميا زي ما قلنا عشان كده هو بيحصل ست اسابيع خلال ست اسابيع بعد الولاده في هايبوكالسيميا، في التوكسيميا الاكيوت مترايتس، كل الامراض دي البرودكشن الجروب بتاع البرودكشن ديزيز دي ممكن، يعني الحيوان اللي فيه مترايتس ممكن يحصل له ابوميزال ديسبليسمنت، الحيوان اللي فيه ابوميزال ديسبليسمنت ممكن يحصل له مترايتس، ممكن يحصل له ماستايتس، فدي مجموعه من الامراض بيسموها البرودكشن ديزيزز او اللي هي تحت مظله ال الميتابوليك ديزيز. طبعا في الوقت ده طبعا الفايبر رافج، يبقى الحيوان عشان الميلك برودكشن محتاج والحيوان محتاج انرجي عاليه، المزارع بتبقى بتقلل الفايبر شويه وبتزود الكونسنتريت. فاكرين لما قلنا الترانزيشن بتاع الرشن وقلنا يحصل تدريجي تمام، فده برضو نفس القصه، انت الرافج مهم جدا عشان عمليه الكونتراكشن بتاع الروم. ففي الحاله دي بعد الولاده لو انت مش عامل ميد الرافج بكميه قليله كميه كبيره هيحصل فيه برضو اتوني في الابوميزا. فزي ما شفنا ان العوامل اللي قلنا المالتي فاكتوريال دول منهم ان في برودكشن لفولاتايل فاتي اسيدز كتيره نتيجه الكونسنتريت اللي الحيوان كلها بعد الولاده، ادت لحدوث ان جي اي تي ستاسيس، زائد ان المزارع الديري معظمها بقت الحيوانات جيناتيكلي بيوسعوا حجم الايه الابدومين عشان يشيل حجم جنين كبير تمام، ده جيناتيكلي، فبدا يبقى في روم لحجم الايه المساحه ان الابوميزم يمتد فيها، فبالتالي موجود في المزارع الديري والهاي برودكشن كاو اكتر منه من الحيوانات التانيه، لان زي ما قلنا في ديبر بودي كاباسيتي، ده في المودرن ديري كاو زي ما قلنا بيزودوا حجم الابدومين عشان الكرش ياكل اكتر، الحيوان ياكل اكتر واليوترس يبقى حجمه كبير، فبالتالي كل الحاجات دي بتخلي الديري كاو هي انسيدنس او مور بتتاثر اكتر بحدوث الابوميزال ديسبليسمنت. طبعا دي البري بارتون فاكتور، زي ما قلنا ان الرومن اتسحب من مكانه راح ناحيه الميدي لاين نتيجه ان حجمه قليل، زائد البوست بارتون فاكتور قلنا البرودكشن بتاع الفولاتايل فاتي اسيدز، وبعد كده الاتونيك ابوميزم وبقى شكله بالون ويبدا حجم الابدومن كبير فيه او الديبر بودي كاباستي من الكاو، ويبدا يسيب مساحه ان الرومن يترفع الناحيه الثانيه. طبعا هيؤدي الى ديسبليسمنت زي ما قلنا، يا اما ليفت يا اما رايت، والمور كومن بيبقى الليفت. طب زي ما انتم شايفين هنا كده بيبدا يحصل فيه يتنقل من مكان لمكان، هنشوف في الفيديو اللي جاي ده يقول لك ازاي ان هو
الابوميزم بعد ما اتفقنا ان هو بقى اتونيك ابوميزم وفي اكيوميليشن للجاز بقى شكل البالونه، هيلاقي ان الرومن بقى فاضي مسحوب ناحيه الميد لاين، بقى في مساحه، هيبدا يسحب نفسه ويروح الناحيه الثانيه. زي ما احنا شايفين من الفيديو ده، انت هنا ناحيه الشمال شايفين الجزء اللي جاي من تحت ده، ده الابوميزم بيبدا يتنقل ويبدا يروح، الرومن بقى راحت ناحيه الميد لاين ويبدا يتسحب ويبدا يمتد، ممكن يطلع لفوق خالص ناحيه الفلانك زي ما انتم شايفين ان ده بيحصل ازاي، الابوميزال ديسبليسمنت او الليفت ابوميزال ديسبليسمنت. اهو زي ما احنا شايفين مع بعض بيبدا يتنقل من مكانه ويروح على الناحيه الشمال. ده بقى شكل بالونه نتيجه ان الابوميزم واقف في الغازات اتجمعت، فبيبدا يحصل ديسبليسمنت الناحيه الثانيه. زي ما احنا شايفين برضو في الفيديو ده، بس ده واخد فنترال من الفنتر سايد كده، تمام؟ شايفين بيمتد اهوت بيلف، عشان كده بيسموه انقلاب المنفحه، ده اللي هو ليفت ابوميزال ديسبليسمنت. ده فيديو برضو تاني بيوري لك ازاي ان بيحصل فيه الليفت ابوميزال ديسبليسمنت اهوت. ده السبلين طبعا اللي هو ناحيه ده، شايفين بدا يبدا يحصل فيه ديسبليسمنت الناحيه الشمال نتيجه البالون سايز اللي موجود. طيب تعالوا بقى بعد اذنكم، بعد ما عرفنا ازاي الابوميزال ديسبليسمنت بيحصل الباثوفيسيولوجي واسبابه، وقلنا عرفنا ان هو مالتي فاكتوريال ديزيز بيحصل لاسباب كتير، تعالوا نبدا نشوف ازاي الحيوان بيظهر عليه الاعراض، تمام؟ وازاي نعمل دايجنوزيس للابوميزال ديسبليسمنت. طبعا الابوميزال ديسبليسمنت واحد من الامراض اللي بيعمل لي ديستنشن في الابدومينال ديستنشن، فساعات يعمل لي في الليفت سايد ديستنشن في ممثل في الليفت ابوميزال ديسبليسمنت، ممكن في الرايت سايد ديستنشن وممثل في الابوميزال فولفولس، الابوميزال امباكشن، الرايت ابوميزال ديسبليسمنت والدايلاتيشن او ميزال دايلاتيشن. فاكوردنج تو هو حصل له ديسبليسمنت فين هيعمل لي، هو من الحاجات اللي بتعمل لي ابدومينال ديستنشن. فلو افترضنا لو ده على الرايت سايد، تمام؟ الحاجات اللي زي ما قلنا الرايت سايد ديستنشن، في الرايت ابوميزال ديسبليسمنت، الابوميزال فولفولس، الابوميزال والاميزال امباكشن، والسيكال دايلاتيشن والتورشن، تمام؟ النيموبرتونيوم زي ما قلنا المره اللي فاتت، تمام؟ والفيجاس انديشن، دي الحاجات اللي بتعمل لي على الرايت سايد. بالنسبه للليفت سايد ابوميزال ديسبليسمنت، في حاجه مشهوره جدا اللي هو بتلاقي في حاجه زي نبته كده طالعه اللي هو السبرانج ريب كيج عند اخر اللاست ريب اللي هو الريب رقم 13، وتبدي تبص من ورا ومن الجنب، من ورا بتبص تلاقي في حاجه زي سبرانج، حاجه ورمه او في نبته طالعه من على اللاست ريب كده، تمام؟ طبعا نتيجه ان في بالون شيب على الريب كيج، في كوره زي كوره. لو انت جيت بصيت لها من السايد، يبقى انا لو بصيت من ورا هتلاقي في حاجه زي حاجه بارزه او كوره او بالون على الريب كيج نهايه اللاست ريب. بالنسبه لي لو بصيت لها من الجنب لا زي كوارتر مون او هاف مون، يعني زي هلال كامل، نص هلال او ربع هلال موجود لو انا بصيت لها من الجنب الايه بتاع الحيوان. فده مثلا حيوان فيه ليفت ابوميزال ديسبليسمنت، لو جينا بصينا هتلاقي فيه زي بالونه عند الريب كيج عند اللاست ريب موجود. برضو في حيوان زي كده لو انا بصيت من ورا، سواء ببص من ورا بلاقيها سبرانج او سبرانج ريب كيج، او ببص من الجنب بلاقيها زي ما قلنا كوارتر او هاف مون. طبعا الابوميزال ديسبليسمنت من الحاجات اللي بيكون معاها كيتوزيس، ممكن يكون معاه برايمري كيتوزيس، تمام؟
نتيجة الحيوان في ديبريس في الابيتايت والرومينال موتيليتي، وزي ما قلت لكم الامراض الابوزال ديسبليسمنت والكتوزيس والمستايتس والمتايتس دي كلها برودكشن ديزيز، كلها ممكن تؤدي الى بعضها. فحالات الكتوزي حالات الليفت اب ميزل ديسبليسمنت دايما يكون معاه كتوزيس، يا اما برايمري كتوزيس لو في الحيوان مصاحب معاه كتوزيس، او سكندري كتوزيس نتيجه ان الحيوان مش قادر ان هو ياكل الانرجي دايت وبروديوس ليه طبعا الايه، عارفين الكتوزيس هو امبالانس بتوين الانرجي انتيك والانرجي اللي طالع اوت بوت، وده تعريف الميتابوليك ديز عامه او برودكشن ديز. فبالتالي معظم الحالات لو انت في ابوزال ديسبليسمنت ممكن افحص في الدم او افحص في اليورين او في الميلك الكيتون بودز، فلاقيها دايما بتكون مصاحبه معاها كيتوز. طبعا الحيوان هنا عشان نفرقه مثلا ما بينه وبين التروماتيك ريتيكولوبتونايتس، قلنا التروماتيك ريتيكولوبتونايتس بيكون معاه فيفر، الابوزال ديسبليسمنت ما بيبقاش معاه فيفر تمام، حتى البلس والتمبريتشر والريسبيراتوري ريت بيكونوا نورمال تمام. اللهم لو في حاله واحده بس يبقى معاه فيفر، امتى؟ لو حصل ابوميزال بروفريشن، لو حصل ابوميزال بروفريشن تمام والسر، وطبعا بيبقى البروجنوز بتاعها بات. لكن نورمالي الحاله اللي فيها ابوميزال ديسبليسمنت ما بيبقاش فيها فيفر. وزي ما قلنا وبناكد مليون مره، الترماتيك ريتيكولوبتونايتس هي الوحيد اللي في الفور ستومك اللي بيكون معاه فيفر بشكل كبير، لان فيه بروتونايتس وفيه انفلاميشن. طبعا الابيتايت الحيوان بيكون اصلا مشكلته الانيشال كومبلين ان اكلته ضعيفه، اوف فود ما بياكلش، الميلك برودكشن بيقل 30 ل 50%. لو جينا نقارنها هنا عشان التروماتيك ريتيكولوبتونايتس كفرق، التروماتيك ريتيكولوبتونايتس قلنا بيوصل نير زيرو، لو نفتكر البار اللي كانت 30 كيلو مثلا بتجيب 30 كيلو وصلت ل 2 3 كيلو تمام، لكن هنا بيوصل ل 30 ل 50 ميلك برودكشن بيبدا يقل تمام. برضو دي من ضمن الحاجات الشكوى ان البقره لبنها قل مع الفود. بالنسبه للفيسز في ناس كتير بتشوف الحالات اللي هي ابوزال ديسبليسمنت بيكون معاها دايريا تمام، وده الغالب ان بيكون بيرفيوز دايريا، بتجيلك فيها بيرفيوز دايريا، بس في اوقات بيبقى في ساعات ما توصلش دايريا سوفتر شويه بس ما توصلش دايريا وريديوس في الفوليوم كميه قليله، بس في الغالب اللي بنشوفه بيكون الحالات بيكون الابوزال ديسبليسمنت معاها دايريا. طبعا ريكتال بالبيشن بيكون صعب ان انت تبدا توصل للابميزم، بيبقى في صعب شويه ان انت تعمل عمليه الريكتال بالبيشن نتيجه اللارجمنت اللي موجود، بتبقى قافله الدنيا شويه بالنسبه لعمليه الريكتال بالبيشن. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتقول لك ان الحيوان ده فيه ابميزال ديسبليسمنت ان انت ممكن تلاقي معاه امراض ثانيه، زي ما قلنا اللي هم مجموعه البرودكشن ديزيز، ممكن تلاقي معاها ماستايتس، ممكن تعمل ترايتس، ممكن تلاقي معاها هيبوكالسيميا، ممكن تلاقي معاها في الميلك فيفر، وكل الامراض دي بتودي لبعضها. تاني قلنا هي جروب من الامراض اللي هو ممكن الحيوان اللي فيه ماستايتس ممكن يحصل له ابوميزال ديسبليسمنت، حصل في ابوميزال ديسبليسمنت ممكن تخف، وبعد ما تعمل له مثلا عمليه زي ما بنقول دلوقتي ممكن بعرضه لماستايتس او مترايتس. نيجي بقى على حاجه مهمه جدا في الدايجنوزيس في الابوميزال ديسبليسمنت، اللي هو فكره ان انت البنجنج ساوند. البنجنج ساوند، بنجنج ساوند ده صوت بيحصل نتيجه ان انا بعمل حاجه اسمها سيمولتينيوس بيركشن اند سكالتيشن. يعني ايه سيمولتينيوس بيركشن اند سكالتيشن؟ بتعمل بيركشن وتحط السماعه وتعمل فليكنج باي فينجر، يعني بتيجي بصبعك كده حوالين الاريا اللي انت هتعمل وتبدا تعمل فليكنج. ده نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه الجاز فلويد انترفيس. عارفين نتيجه زي ما اتفقنا الابوميزال واقف في الفلويد اتجمع في جازس، وجود الفلويد مع الجازس بيعمل لي اللي هو ما يسمى اللي هو البنجنج ساوند تمام، كانك بتخبط كره باسكت في الارض كده، تعمل كره باسكت تمام في خرسانه يعني في ارضيه صلبه تمام، او ستيل درام ان انت بتخبط على حاجه ستيل تمام بعصا. طبعا السبلاشنج التينكلينج ساوند ده كله بيبقى اصوات ناتجه على ان زي ما قلنا ان انت بيبقى فيه الفلويد مع الجاز، ده كله اللي هو البنجنج ساوند من السبلاشنج والتينكلينج نتيجه اللي هو عمليه الايه كانك حتى في مطره بتسقط على الايه، عارفين لما الدنيا بتشتي وانت عامل روف ولا حاجه بتبدا الميه تسقط على الاسبستوس تمام، بيبقى فيه صوت، فبيديك الصوت ده نتيجه زي ما قلنا ان في عندك
فلويد مع جازس متجمعين في الابوميزم، سواء الليفت او ميزل ديسبيسمنت. الصوت مجرد ان انت بتسمعه مره بيثبت في دماغك على طول، بيبقى واضح جدا. في معلومه بس، ان انت حاول ان انت وانت بتعمل اسسمنت الحاله فيها ابو ميزل ديسبيسمنت، اعمل الاسسمنت مش لاقل من 10 دقائق، افحص الحاله كلها، افحص زي ما هنعرف مع بعض دلوقتي. طبعا الرومنال موتيلتي هنا بيكون زي ما قلنا واقفه، وقلنا الابو ميزل ديسبيسمنت، مشاكل الابو ميزل ديسبيسمنت هي واحده من الحاجات اللي هي بتعمل كلينيكال رومنال استاسيس لو نفتكر، وقلنا ان هي نتيجه ان هي بتزود انكريز انهيباتوري ريفلكس عن طريق ان الابسيلر ريسبتورز ما بيقدرش يحس بالجازس، وبيبدا يحصل فيه زي ما اتفقنا اهوت، زي ما قلنا دول الاربعه ميكانيزمز اللي بيحصل فيهم الكلينيكال رومنال اسيدوزيس، وقلنا واحده منهم اللي هي انكريز انهيباتوري ريفلكس، دي اللي بيكون معاها مشاكل في الابوميزم والبلوت والهايبر اسيدتي، نتيجه بيبقى فيه مشكله في الابسيلر ريسبتورز ان هو يبدا يعمل عمليه الايه بيزود لي انهيباتوري ريفلكس ويخلي الرومن بيبدا يقف. في عندي حاجات بنسميها رايت بينجنج وليفت بينجنج. رايت بينجنج ان هي الامراض اللي تعمل ديستنشن في الابدومن، ولما اجي احط اعمل سيمولتينيس بيركشن اوسكلتيشن زي ما قلنا بسمع صوت اللي هو البينجنج، زي ما قلنا اللي انت صوت اللي هو الميه كان الدنيا بتشتي على البتاع على الاسبستوس، كان انت بتخبط كره سله في الارض، تمام؟ اي صوت من الاصوات دي كان صوت جرس عالي بتاع الكنيسه مثلا، اي الحاجات دي. ففي حاجات اللي هي بتعمل لي رايت اب ميزل رايت ديستنشن، منها الرايت اب ميزل ديسبيسمنت، وده بياخد من الريبس العاشر للريبس ال 13 على الناحيه اليمين. يبقى الرايت اب ميزل ديسبيسمنت بيحصل فين؟ من الريبس العاشر لل 13. الانتيريور او الابوميزال فولفولس او الانتيريور ديسبيسمنت بيبقى قدام شويه. الانتيريور ديسبيسمنت ممكن يوصل لحد ريبس رقم 8. يبقى الرايت ابو ميزل ديسبيسمنت قلنا من مستوى الريبس 10 ل 13 بتسمع صوت البنجن. الثاني بيبقى قدام شويه الانتيريور ديسبيسمنت. الجراف بيوري لك الحاجات اللي بتعمل لي رايت بنجنج، مجموعه من الحاجات اللي بتعمل لي رايت بنجنج، تمام؟ هنعرفهم كل واحد بالتفصيل دلوقتي. يبقى الحاجات اللي بتعمل رايت سايد بنجنج على الناحيه اليمين، وانت جيت تفحص والحيوان فيه ابدومينال ديستنشن وجيت تفحص سمعت صوت البنجنج ده على الناحيه اليمين، ايه اللي ممكن يكون موجود وسسبكت ان المشكله عامله لك مشكله؟ لو هو واخد من 10 ل 13 زي ما قلنا، ده بيكون اللي هو الرايت ابو ميزل ديسبيسمنت معاه تورشن او ماهوش تورشن، تمام؟ رايت ابو ميزل ديسبيسمنت. لو هو موجود في الرايت بالا رامبر فيسا بيبقى سيكم نتيجه مثلا سيكل دايلاتيشن، تمام؟ سيكم بينجنج. ده في الكولوم بيبقى ما بين الاثنين شويه في الكولوم. لو ورا شويه يبقى ده اليوترس بينجنج، وده النيمو ريكتم بيكون مشاكل. دي الحاجات اللي تعمل لك بينجنج على الناحيه اليمين. تاني في الرايت ابو ميزل ديسبيسمنت 10 ل 13، انتيلو ابو ميزل ديسبيسمنت ممكن يعمل ويمتد لحد الريبس رقم 8 بس قبل ال 10 لحد يوصل، ممكن يوصل ل 8 من بعد 10 قدام. السيكل دايلاتيشن، تمام؟ وبيعمل بينجنج في الليفت في الرايت فلانك. زي ما احنا شايفين في الصوره دي، ده انتيريور بينجنج، تمام؟ وده رايت ابو ميزل، الصوره الاولانيه انتيريور بينجنج والصوره الثانيه رايت ابو ميزل ديسبيسمنت ومعاه نيمو بروتينيوم كمان. نيجي بقى على الليفت سايد. الليفت سايد في الحاجات اللي بتعمل ليفت بينجنج. ليفت بينجنج موجود بينجنج على الناحيه الشمال، حاجه من الاثنين بس عشان نوفر على نفسنا، يا ليفت ابو ميزل ديسبيسمنت بينجنج يا رومنال بينجنج. تاني يا ليفت ابو ميزل بينجنج يا رومنال بينجنج، وساعات الاثنين بيكونوا موجودين مع بعض، ساعات الاثنين بيكونوا موجودين مع بعض. بالنسبه للليفت ابو ميزل ديسبيسمنت البنجنج بتاعه باخد خط زي ما انتم حضراتكم شايفين كده من الالبو جوينت، تمام، لحد التيوبر كوكزي. باخد خط من الالبو لحد التيوبر كوكزي وفوق وتحته عند مستوى الريبس رقم 9 ل 13 زي ما قلنا على الناحيه اليمين من 9 ل 13، هنا برده عند مستوى الريبس من 9 ل 13
باخد دايره حوالينها 20 سم، تمام، وابدا اسمع صوت الايه البنجنج. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للليفت او ميزال ديسبليسمنت بنجنج. ده طبعا شايفين الابوميزم جه مكان من الرومن، وما بين الرومن وما بين الايه الليفت ابو الليفت ابدومينال. زي ما نشوف دلوقتي هو بيبدا يفحص الاكزامينيشن او يبدا يفحص اهوت الاريا 20 سنتي حوالين الايه عشرين من عشرة التاسع الربس التاسع الربس التلاتاشر. بعد ما اخد خط من التيوبر كوكزي للقلبه من الربس التاسع التلاتاشر دايرة فوق الخط ده حوالي 20 سم ببدأ افحص فيها اسمع صوت الايه البنجنج. ده الرومن بنجنج. قلنا ان في حاجتين رايت بنج رومن بنجنج وعلى الناحية الشمال رومن بنجنج والليفت ابو ميزل بنجنج، تمام. رومن بنجنج بيبقى دايما مونوتون صوت واحد بيبقى وبيبقى واخد في الجزء اللي زي ما انتم شايفين كده في الابر واخد في الابر اريا، لكن الثاني الليفت او ميزل ديسبليسمنت بيبقى نازل تحت شويه. هل ممكن الاقي الاثنين مع بعض؟ ممكن الاقي الاثنين مع بعض، تمام. في حاله زي كده الاثنين بقوا موجودين، الليفت او ميزل ديسبليسمنت بينجنج نتيجه ليفت او ميزل ديسبليسمنت وكمان الرومن بينجنج موجود مع بعض. طبعا زي ما قلنا ان الرومن بينج بيبقى موجود دورسالي اكتر، ما بيوصلش فنترالي، ما بتحسش فيه صوت هواء صوت فلويد. احنا قلنا البنجنج في الرومن في الليفت اب ميزل ديسبليسمنت نتيجه حاجتين مع بعض الجاز والفلويد، لكن البنجنج في الرومن بيكون نتيجه بس وجود جاز. عشان افرق بين الاثنين ممكن ادخل الاستومك تيوب، وده دور تاني للاستومك تيوب. ممكن احنا قلنا الاستومك تيوب بيفرق لي بيعمل لي ديكومبريشن، يفرق لي ما بين الفورس تيمباني والفري جاز تيمباني لو نفتكر في المحاضره اللي فاتت. لها دور هنا برضو ان يفرق لك الرومن بينجنج من الليفت ابو ميزل ديسبليسمنت بينج. انت دخل دخل الاستومك تيوب وحد ينفخ فيها وحد يسمع الصوت. لو سمع صوت الجرجلنج ساوند نتيجه النفخه دي يبقى ده رومنال بينجنج، تمام، لان نفخ الهواء جاي واصل لفين؟ الرومن، السماعه بتاعتي على الرومن. لكن في حاله الليفت ابو ميزل ديسبليسمنت لو انت جيت دخلت الاستومك تيوب وحد ينفخ مش هتسمع. ليه؟ لان اللي موجود الابو ميزم مش الرومن. تاني الاستومك تيوب لها دور مهم جدا ان انا افرق ما بين الليفت ابو ميزل ديسبليسمنت بينجنج والرومنال بينجنج عن طريق ان انا لو سمعت صوت الجرجلنج نتيجه ان انا نفخت في الاستومك تيوب ده سمعت الصوت يبقى ده رومنال بينجنج. لكن لو ما سمعتش يبقى ده ايه بالظبط؟ ده يبقى او ليفت ابو ميزل ديسبليسمنت، لان ده الابوميزم فاصل لي ما بين مين؟ الرومن. الرومن انا السماعه بتاعتي مش واصله للرومن زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا ده صور، مجموعه لصور للديسبليسمنت، وممكن بياخد المساحه اكبر في اوقات. ده في كافز زي ما قلنا، يمكن كان في حاله جت مره بس كانت رايت ابو ميزل ديسبليسمنت واتعملت في الكليه، وزميلنا واستاذي طبعا الدكتور ايمن عملها وكان فيها رايت ابو ميزل ديسبليسمنت وكان معاها كمان ابو ميزل فولفلس. فبيحصل في الكافز في اوقات مجرد انت اسمع بس البنجنج، وساعتها احنا سمعنا البنجنج وعملنا دايجنوزس وعملنا كونفرميشن. الدكتور ايمن طبعا عمل العمليه وكانت رايت ابو ميزل ديسبليسمنت مع وجود ابو ميزل فولت. ده صوره ان ساعات ممكن يحصل بستيريور شويه، ان تلاقي فيه الليفت ابو ميزل ديسبليسمنت واخد بستيريور بوزيشن شويه. طبعا الانتيريور ديسبليسمنت زي ما قلنا ممكن يوصل للريبس رقم 8 قدام، ممكن يبقى على الناحيه اليمين والناحيه الشمال برضه. ده الاماكن اللي ممكن مش عرضه ان يحصل فيها ليفت اب ميزل ديسبليسمنت كتير في اماكن مختلفه، وزي ما قلنا
في العجول برضو. بس في العجول ممكن يبقى في هيستوري ان في كرونيك ريكرنت او انترميتنت بلود. طبعا بالنسبه للكلينيكال باثولوجي عشان اشخص الليفت اب ميزال ديسبليسمنت ممكن اعدي من ريبس التاسع لل 12 من اسف من الانتركوستال سبيس التاسع لل 12 اعمل ابوميوسنتيسيس ابدا اعمل بانكشر واخد اشوف انا عايز اشوف هل زي ما قلنا او فكره الاستومك تيوب كده هي نفس الفكره انا هاخد بانكشر واشوف هل البي اتش عامل ايه لو لقيت البي اتش 2.4 يبقى ده ابوميز تمام واخدت العينه حطيتها تحت الميكروسكوب تمام لقيت فيبروتوزوا يبقى ده برضو ايه بياكد لي ان ده ليفت ابوميز ديسبليسمنت يبقى الابوميز سنتيسيس من الحاجات المهمه برضو ان انا ابدا افحص فيها الايه البي اتش لو لقيت انا شاكك ان ده ليفت ابوميز ديسبليسمنت ولا رومن هعمل ابوميز سنتيسيس من ريبس التاسع لل 12 بقسم الابدومين ثلاث تلات عن ما بين الميدل واللور وابدا اعمل بانكشر واشوف لو البي اتش 2.4 ده يبقى ده ابوميزم خدت عينه حفظتها شفتها تحت الميكروسكوب ما فيهاش بروتوزوا يبقى ده برضو ابوميزم. هنا لو انت مش قادر مش لقيتش فلويد طالع حط اللي هو البي اتش بيبر وحطها على النيدل وشوف اللون هيتغير ولا لا. بالنسبه للكلينيكال باثولوجي في حاله الليفت ابوميزال ديسبليسمنت احنا قلنا في لو نفتكر في التروماتيك ريتيكولوبرتونايتس كان في تشينج في ليكوسايتوزيس في نيتروفيليا في فايبرينوجين عالي هنا بلاد ما بقاش فيه مشاكل كبيره البلاد سيلز يعني لكن الحاجه الواضحه جدا زي ما قلنا لو في الياس لما نفتكر نتيجه الكاتيكولامين اللي طالع ففي الياس فبنلاقي في هايبوكالوريميا هايبوكاليميا ميتابوليك الكالوز الثلاث حاجات دول مع بعض هايبوكالوريميا هايبوكاليميا ميتابوليك الكالوز طب نعرف مع بعض الثلاثه دول حصلوا ليه احنا عارفين ان الابوميزم بيطلع فيه الهيدروجين هيدروجين ايون عشان هو اسيدك اساسا تمام الاتش سي ال فبيبقى معاه برده كلورايد تمام فلما بيحصل فيه ابوميزال بروبلم فالابوميزم بيبقى ستاتيك واقف اتونيك زي ما اتفقنا تمام فبيحصل فيه ان الكلورايد والهيدروجين بيتجمعوا تمام هو واقف فالكلورايد ما بيتسحبش تمام ما بيتسحبش تاني ويروح على الدم وبالعكس ده كمان بيروح يعمل سيكوستريشن لفين يروح على الكرش فلو انا في الحالات اللي زي كده جيت شفت الرومن عينات الرومن الكلورايد في الكرش هلاقيها اكتر من 30 مللي كويفل باللتر تاني ليه يحصل هايبوكلوريميا بس هايبوكلوريميا نتيجه ان هو في عندي اوبستراكشن في الحاله زي كده الابوميزم واقف ففي هيدروجين ايون بيطلع بنسبه كبيره مع الكلورايد لان الاتش سي ال بيطلع فبيتجمع المفروض ان 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 الكلورايد بيبدا يتسحب تاني تمام نتيجه الاوبستراكشن بيبدا يتجمع تمام ويبدا يرجع للروم فبرده من الحاجات الدياجنوستيك اللي انت ممكن تشوف الروم انت تلاقي فيه كلورايد عالي يبقى في عندك في مشكله في الابوميزم تمام ده بالنسبه للهايبوكلوريميا تمام بالنسبه للالكالوزس حصلت ازاي المفروض بعد الهيدروجين ما بيبقى موجود بيطلع عشان المفروض البايكربونات اول ما بيطلع من الابوميزم الفلويد يخش على الانتستين في الديودينم البايكربونات بتيجي من البلط يخش يعادل البي اتش تاني طبعا البي اتش في الابوميزم اسيدك تمام فبعد ما بيمشي يخش على الديودينم في اول الديودينم في اول السمول انتستين يخش البايكربونات يعادله فنتيجه ان في اوبستراكشن في الابوميزال اوت فلو ما فيش حاجه طالعه تمام البيكربونات ما بتتسحبش بتتجمع في الدم فتعمل لي ميتابوليك الكالوز فمهم جدا نبقى فاهمين الهايبوكالوريميا حصلت ليه نتيجه الابوميزال اوت فلو اوبستراكشن ده هيحصل سيكوستريشن للكلورايد نتيجه ان هي ما بتتسحبش بالعكس كمان ده بيروح على الرومن يحصل له سيكوستريشن على الرومن والاقي نسبه الكلورايد في الرومن عاليه بس في الدم بتقل على عكس مين البايكربونات البايكربونات المفروض بعد الهيدروجين ايون ما بيحصل له سيكريشن في الانتستين تمام بيبدا عايز يتعادل بالبايكربونات نتيجه ان الاوبستراكشن اللي موجود البايكربونات ما بتتسحبش تمام وبتتجمع في البلط في الدم فبتبقى في عندي ميتابوليك الكالوز
النقطه بس ملحوظه مهمه برضو، الهايبوكالوريميا ليه بتبقى موجوده في الـ او بيحصل سيكوستريشن الكلورايد ليه في الرومن؟ لان يا دكاتره الرومنال ابيثيليوم ما بيقدرش يعمل ابزوربشن للكلورايد. تاني ليه هايبوكلوريميا بيحصل سيكوستريشن والاقي فيه نسبه الكلورايد عاليه قوي في حاله مشاكل الابوميزم في الرومن؟ لان الابوميزم ما بيحصل سيكوستريشن ويرجع الرومن نتيجه الاوبستراكشن في الابوميزم يرجع الكلورايد على الرومن، المفروض الرومنال ابيثيليوم ما بيقدرش يعمل ابزوربشن للكلورايد او لاي الكترولايت فبيتجمع ويحصل له سيكوستريشن. تمام، مهم قوي النقطتين دول نكون عارفين. بيوريك ان ازاي بيحصل في ميتابوليك الكالوزيس في كل حالات نتيجه تجميع زي ما قلنا البيكربونات، بيحصل في هايبوكالوريميا، بيحصل في هايبوكاليميا. تمام، الهايبوكاليميا بتحصل ليه؟ نتيجه الحيوان الدراي ماتر انتيك بتقل، دراي ماتر انتيك بتقل، فالبوتاسيوم بيبدا الانتاج بتاعه بيبدا يقل، وبرده بيحصل له سيكوستريشن جوه الاوميزم، فبالتالي بيحصل فيها هايبوكاليميا. يمكن ده جدول مهم جدا بيفرق لك الفور تايبس. احنا يمكن احنا اتكلمنا وجه وقته هنا ان هم اربعه تايب للفيجاس اندايجيشن. خد بالك احنا اتكلمنا عن في اول المحاضره النهارده اوتوماتيك سكروبتونايتس اللي هي بتعمل تايب 2، وقلنا التايب 3 اللي هو الفيلير في الابوميزال اوت فلو، في مشكله اللي هو زي ابوميزال بروبلم كلها، الابوميزال امباكشن او ليفت ابوميزال ديسبليسمنت، الحاجات دي كلها في مشكله ان في الابوميزم ما بيحصلش الاوت فلو بتاعه عالي. فعشان افرق انه تايب 2 وتايب 3 قريبين من بعض قوي، بيبقى بشوف زي ما قلت نسبه الكلورايد في الرومن. تاني اكد نسبه الكلورايد في الرومن بياكد لي لو انا شفته بيبقى ده تايب 3 فيجاس اندايجيشن. تمام، وده جدول مهم جدا في المقارنه بين الاربع انواع بتوع الفيجاس اندايجيشن. ليه؟ لان الكلورايد ما بيحصلوش ابزوربشن من رومنال ابيثيليوم فبيتجمع. تمام، الحاجه الثانيه هتبص تلاقي دايما في السيرم كلورايد هايبوكلوريميا قليل، البايكربونات بيبدا ان هو يبدا يكون انكريز نسبه البايكربونات بتتجمع في الدم فبيبقى فيه الكالوز زي ما اتفقنا. طبعا زي ما قلنا ان بلاقي في اليورين، لو خدت عينه اليورين بلاقي في كوتون بوديز موجوده فيها. تمام، و فين على العكس المفروض في ميتابوليك الكالوزيس ساعات بلاقي على النقيض في اسيد يوريا. تمام، ففي حالات بتلاقي مع ان في ميتابوليك الكالوزيس بتلاقي في حالات في اسيد يوريا مع ان المفروض في ميتابوليك الكالوز. الديفرنشال دايجنوزيس الليفت ابوميزال ديسبليسمنت او الرايت ابوميزال ديسبليسمنت زي ما قلنا بفرقه من الحاجات اللي بتعمل رايت ديستنشن او الحاجات اللي بتعمل ليفت ديستنشن، وقلنا في التروماتيك روتيكروبرتونايتس بفرقه من الايه التروماتيك روتيكروبرتونايتس بفرقه من الليفت ابوميزال ديسبليسمنت، برضو بفرق ما بين الكيتوز برايمري كيتوز سكندري. احنا قلنا شفنا الجدول ده في المقارنه في التروماتيك روتيكروبرتونايتس. هنا برضو بس باكد هنا ان النورمال تمبريتشر تروماتيك روتيكروبرتونايتس قلنا درجه الحراره بتبقى عاليه. البين تيست ما فيش بين تيست، الحيوان ما فيهوش بين. تمام، على عكس التروماتيك روتيكروبرتونايتس والتروماتيك بريكارديتس الهارت ساوند ما بيبقاش بيبقى طبيعي ما فيهوش فيه ادنى مشكله. الحاجه بس اللي بتبقى الكيتون بوديز بتبقى فارقه من الابوميزال ديسبليسمنت تروماتيك روتيكروبرتونايتس او البريكارديتس، طبعا مع وجود التينكلينج ساوند او البينجينج ساوند من الحاجات اللي بتعمل كونفرميشن لي او تفرق ما بين الابوميزال ديسبليسمنت والتروماتيك روتيكروبرتونايتس والتروماتيك بريكارديتس. اخر حاجه معانا ان احنا نتكلم عن الابوميزال ديسبليسمنت تريتمنت والبريفنشن بتاعه. علشان نكون متفقين في جزء اللي هو تمبرور ريليف اللي انا لازم ارجع الابوميزم لمكانه، ده الهدف من التريتمنت. في حاجات اللي هو قديمه ان انا بعمل كاستنج بخلي الحيوان ينام على جنبه اليمين وبعدين اعمل له كاستنج وبعدين الفه فده بيساعد، بس ده المشكله ان ده بيرجع تاني ان بيحصل فيه ريكرنت. الاسلم حل والحل اللي بيكون الاحسن والافضل في علاج الابوميزال ديسبليسمنت سواء الليفت او رايت السيرجيكال تريتمنت. طبعا السيرجيكال تريتمنت انه بيخليك تديك فرصه ان انت بتفضل الجاز اللي موجوده عشان يبدا يرجع لمكانه وتبدا تعمل له ايه فيكسيشن في مكانه. طبعا دي الطرق المختلفه
للسيرجيكال اوبريشن بتاع الليفت اوف ميزل ديسبيسمنت. ان شاء الله زمايلنا في الجراحه هيكلموكم بالتفصيل عنها، تمام؟ يا اما انا اخش من ناحيه اليمين، اخش من ناحيه الشمال، لا اكتر من طريقه. طبعا الاحدث دلوقتي ان انا بخش باللابروسكوبي، فباذن الله هم هيكلموكم بالتفصيل عنها ان شاء الله. بس نشوف الفيديو القصير ده لعمليه الفيكسيشن من ناحيه الرايت فلانك. ده فيديو بيعمل سيموليشن اللي هو ازاي بيبدا يعمل كوريكشن من الناحيه اليمين من الرايت فلانك، تمام؟ ويبدا يعمل الايفاكويشن للجازس بتاع الابوميزال. ده طريقة تانية بواسطة ان هو من بره بركتينيس كده بتخش على التوجل بين فيكسيشن، وهي بس اللي بيبقى لها كومبليكيشن كتير، تمام؟ فالتريتمنت بتاع الهدف هنا التريتمنت بتاع الابميزال ديسبليسمنت في الغالب عشان تاخد نتيجة كويسة جدا لازم يكون سيرجيكال تريتمنت. طبعا محتاج هنا ان انا ادي شوية حاجات، زي ان انا لو في مرض زي ماستايتس مترايتس بعالجه. من الكالسيوم من الحاجات المهمه جدا اللي انا لازم اديها عشان اعمل ريستور نورمال ابوميزال موتيليتي. حاجات اللي هي عليها شغل كتير قوي اللي انا بدي اريثرومايسين، تمام؟ ان ده بيزود الحاجه اسمها الابوميزال ايميتنج ريت، تمام؟ بس يعني لو انا بستخدمه عشان الابوميزال ايميتنج ريت بس، اوكي. لكن هو في شغل كتير عليه قوي في ان هو بيساعد في الابوميزال ان هو يفضي الكونتنت اللي فيه. البريفنشن بتاع الابوميزال ديسبليسمنت ده بيكون زي ما قلنا ان هو مرض من ميتابوليك ديزيز او من ريدكشن ديزيز، بيعتمد على المانجمنت في الاساس. فبالتالي لو انا افترضت ان المزرعه بتاعتي الهيلث بتاعها بيعتمد على ثلاث عواميد مهمه جدا عشان النجاح، ان انا بعمل مونيتورنج البودي كونديشن سكور، الكلام ده قبل وبعد كمان الولاده، النيجاتيف انرجي بالانس بقيم البودي كونديشن سكور، بقيم الحيوان الانرجي انتيك بتاعه عامل ازاي، الكالسيوم ستيتشوس لان زي ما قلنا الهايبوكالسيميا كان لها دور مهم جدا في الباثوفيزيولوجي. فقدرت اتحكم في الثلاث حاجات دول هتقدر تعمل مونيتورنج وبريفنشن لمشاكل الديري او مشاكل الترانزيشن بيريود ديزيز زي اللي هم اللي منهم طبعا الابوميزال ديسبليسمنت. الموضوع ده يعني في ايتمز كتيره، لكن يهمنا بس ان احنا نقدر لو اعتمدنا ان احنا ننجح الثلاث حاجات دول نعمل لهم مونيتورنج بشكل كويس، هتاخد نجاح كويس بعمليه البريفنشن للابوميزال ديسبليسمنت. ايه اللي انا ممكن اعمله؟ ان انا اخلي التوتال كروت فايبر في الراشن فوق ال 17%، ده بيساعد على الرابيد انكريز للرومن فوليوم افتر كافينج، وبيساعد عمليه الايه الكونتراكشن بتاع الرومن والابوميزال ايميتنج. ان انا لو انا الكونسنتريت الفتره زي ما اتفقنا ان الدراي ماتر انتيك بيزيد تدريجي، فانا الكونسنتريت باخد بالي ان انا ازود تدريجي برضو الكونسنتريت بعد الولاده، على اساس طبعا مع اساتذتنا في التغذيه على اساس ان هو تقدر تتحكم ان الرومن زي ما قلنا
حتى الابزوربشن كباسيتي بتاعته بتبقى قليله زي ما اتفقنا، البابليه بتبقى قليله فيها، تمام. لازم ان انا الاكسرسايز لازم يبقى الحيوان يبدا يتحرك. جاست ان انا شفت في المزرعه حاله فيها كتوز او سسبكت كتوز، لازم اسسبكت برضو ان ممكن يكون فيها افحصها وممكن يكون فيها ابوزال ديسبلاسمي. في النهايه طبعا استمتعت واتمنى تكونوا اتمتعتوا، او اتمنى ان انتوا تكون قدرت اوصل المعلومه بشكل بسيط للفور ستومك ديزيزز. هي مجموعه من الامراض المهمه جدا اللي هتفيدك ان شاء الله لما تتخرج، وزمايلنا الاطباء البيطريين اتمنى برضو لو حد بدا يشوف الفيديوهات او شاف الفيديوهات اتمنى تكون احنا قدمنا وصلنا معلومه كويسه. بالنسبه للدكاتره زمايلنا الطلبه ان شاء الله باذن الله ما تقلقوش، الجزء باذن الله هيبقى مباشر في الامتحان ان شاء الله. اتمنى باذن الله لو اي حد ليه اي سؤال يبعت لي وهرد عليه، وان شاء الله نتقابل ولو في اي سؤال نبدا نجاوبه ان شاء الله.